مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ضيفنا على كيفنا. أهلا وسهلا، مرحبا بكم. تحية فرقة وليد جليدي. نخرجوا فاصل وبعده نستقبلوا الفنانة سيدة عائشة. ضيفتنا الخبيرة في الأعشاب الطبيعية والروحانية الغنية عطاريف شريفة المغربية. أهلا وسهلا. أهلا بك. شنو أحوالك؟ مرحبا بك. عايشك، نورتنا بحضورك. كما قاعدين نشاهدوا كما العاده البروجيات ما شاء الله المتنوعه عند شريفه المغربيه. النجم وعنا البخور اللي نحي الطاقه السلبيه، وعنا اللي يداوي الوجه، وعنا البخور أنواع هذا الكل. نبداو بهذا. هذا فيه الفسوخ ونسر حجرة الفك والبنت، مجموعه نتاع ادويات اللي تنحي لنا الطاقه نحينا الطاقة السلبية وتعملنا الطاقة الإيجابية بالطبيعة. هذا البخور موجود كان في المغرب، اللي فيه الفسوخ ونسر حجرة الفك، وفي نفس الوقت ريحته بنينة اللي ياخذ الضوء في رمضان. اي اللي ياخذ في رمضان ويعمل البخور زاد مزيان بالقدا، خاطر نعرفوا في رمضان بعد شق الفطر العبد يحب يبدل أكل الطاقة السلبية ويعمل الطاقة الإيجابية ويحسن الوضعية. جا خذوا البخور الأصلي من طوب بداوا عاودوا البخور الأصلي البخور المغربي الحر الحر مازال أقل من الجمعتين بداوا من طوب. عندنا الزيت الأرغان، زيت الأرغان كيما العادة هاني ديجا حطيت لكم فيديو تشوفوا كيفاش مشيت لأكادير وكيفاش ناخذ اللوزة ونعصر الزيت. عادي قبل وموجود على صفحتك الرسمية. اي وديما نعديوه على خاطر باش العباد تشوف المصداقيه، تشوفنا كيفاش ناخذوا اللوزه ونرحيوه بيدينا. زيت الارغان ناخذوه من المغرب، ناخذوه من اكادير، ناخذوا اللوزه ونرحيوها باش نجيبوا الزيت الحر، على خاطر ما يبيعوش الزيت الحر. كي تاخذ الزيت حاضر ما يبيعولكش في المغرب الزيت الحر. احنا في المغرب نمشيو لاكادير، الاكادير والبلاد الشيادمه هما اللي فيهم الزيت الارغان. زيت الأرغان ناخذ اللوزة ونقعد قدامه ونبقى نستنى فيه حتى يرحيها لي قدامي باش نجيب للناس الزيت الحر، زيت الأرغان اللي هو يقوي الشعر ويغزر ويطول وباهي حتى للتجميل. عندنا للتجميل وعندنا حتى الوجه اللي عنده التجاعيد، اللي تقدمت شوية في العمر، اللي عنده وجهها فيه كلف، اللي عنده ما شاء الله يحسن الوجه وحسن بيدي. يقولوا لي العباد ما شاء الله وجهك مزيان، اش تعملي؟ نعمل في الزيت الأرغان، مواظبة عليه الزيت الأرغان، ونعمل في اللبن ذكر هذاك. اي ما شاء الله باهي بالقدا. عندنا الزيت هذا تاع البرص، عفانا وعفاكم الله، اللي عنده البرص يجي حدانا باذن الله ياخذ الدواء هذا باذن الله. الزيوت هذا ما تنحي البرص، ما تخليش البرص يوقفوا. جاونا برشا عباد وحصلوا نتيجه مزيانه. نتيجه مزيانه فيها اعشاب طبيعيه وفيه نجاحات هائله ما شاء الله. وبرشا شكروه، انا ديما نقول خاطر فما اللي خدوا من عندنا الكل يجينا يقول لك ما شاء الله. اي باهي بالقدا. هذاك هو عندنا دواء الصدر نتاع لبان سكر. اي هذاك اللبان سكر، هذه هي اللي انا حبيت ناكد عليها على خاطر عندي صديقه استعملتها وشكرتها برشا ولقات معناتها فيسا ريزولتا طلع على وجهها. أيه وشاكرت خاصة طريقة الاستعمال خاطر هي تتنقل برشا فيقلقوها مثلا الدوايات ولا لي بومات تخوم ويبداو كبار الحجم. قالت لك هذيك ديما في الساك ما تقلقهاش وتعملها في الوقت اللي تحبي وفي أي وقت وما فيهاش حتى وريحتها ما تقلقش. أي ما عندهاش ريحة أصلا وهي مخدومة باللبن ذكر واللوز المر ما شاء الله فيها نجاحات هائلة. تنحي التجاعيد، تعمل لك اللقة في الوجه، تنظف لك وجهك إذا كان عندك التجاعيد، إذا كان عندك الكلف، إذا كان عندك أي حاجة ومزيانة معناتها تعطي نتيجة مزيانة. فوالا هذه هي. أي. دونك حاجة الحقيقة مزيانة برشا وسهلة في الاستعمال وتلقاو نتيجة فعالة في وقت قصير برشا. أي. عندنا زادة كيف كيف كما قاعدين نشاهدوا الصابون. عندنا الصابون والصابون وهذا تاع نتاع الصدفيه والصفراء. هذا اللي عنده الصفراء واللي عنده الصدفيه، اللي عنده الصدفيه حتى تاع 20 عام و24 عام تبارك الله خذهم عندي العلاج وحصلوا نتيجه مزيانه بالكدا. نعطيه دواء نتبع معاه حتى يبرأ، خاطر يجونا عباد انا نتبع معاهم ما نسيبهم كان فرحانين. الدواء هذا حصلنا فيه نجاحات هائله بالاعشاب الطبيعيه. يطبق كيف كيف يعني التعليمات، يطبق التعليمات ويطبق الدواء ويوسع باله وبحول الله يلقى نتيجه. والله ياخذ نتيجه قصيره مش طويل. هذا كيف كيف الصابون ديالها
فيه نتيجه مزيانه بحول الله. اللي يجيونا الكل اللي يجي على حاجه يلقى فيها نتيجه مزيانه ونتبع معاهم سايبهم كان فرحانين. اللي عنده مشكله واللي عنده صدفيه السفره الشقيقه نداوي برشا حاجات. هذوما الكل موجودين عندك؟ اي موجودين عندنا. حتى شفت الاسعار مناسبه على الاخر الحقيقه. ينجموا حتى يجيو مش لازم يقابلوني، يجيو البنات يشري من عندهم يشريوا طول البرودوي ياخذوا البرودوي يمشي على روحهم. هذوما دونك لي برودوي موجودين عندك موجودين عندنا وفيهم نجاحات هايله تبارك الله. حتى العرايسات اللي باش تعرس اللي يلزم يتلهيو تبارك الله وتقول لي ما شاء الله حصلت نتيجة مزيانة. تحضيرات العرس نعرفوا العروسة تبدا تلهي بالبشرة نتاعها بالطبيعة لازم تلهي بشعرها بوجهها. دونك أنت عندك لي برودوي الكل متوفرين. اللي عنده الشعر يطيح، اللي عنده الحواجب يطيحوا، ثم اللي عنده الثعلبة زادة كيف كيف الزيت الأرجان اللي عندهم الثعلبة يقول لك شعري طاح، رقدت فقت لقيت شعري طايح، حواجبي طاحوا والكل، يجي وحدانا وحصلوا نتيجة مزيانة بإذن الله بقدرة ربي. بقدرة ربي إن شاء الله. يلقاو نتيجة معاك وبالبرودويات هذوما اللي انت بالطبيعة تجيبهم خصيصا من المغرب. كما قاعدين تشوفوا حاجة معناتها اوت جام. شكرا لك شريفة مغربية. ينجموا يتصلوا حتى توا يخليوا معناتها لي برودوي ينجموا يجوا حدانا متوفرين عندها. احنا البيرو تاعنا في اريانا ورا ماكرو في ناج محمد الناشي ونخدموا كل يوم باذن الله. اللي عنده اي حاجه يتصل بينا وان شاء الله ما يكون كل خير. شكرا لك شريفه المغربيه. الارقام موجودين اسفل الشاشه. كانت هذه شريفه المغربيه ضيفتنا في الجزء الاول من حصتنا لليله. فنانه كبيره تحبوها برشا، تربينا على اغانيها، الفنانه الكبيره والقديره السيده عايشه. اهلا وسهلا. مرحبا بك يا عايشه. نورتنا. ربي يفضلك يا عايشه. هالغيبه الحمد لله غيبة طويلة الحقيقة. واليوم عنا برشا ما نحكي، وبما أنك ما ظهرتش إعلاميا عندك برشا باش نحكيو على تاريخ كبير الحقيقة. أما أنا كما قلت في التقديم قولوا أيقونة منسية سيدة عايشة. إي نسيوني، نسيت برشا مش شوي. شكون يتحمل مسؤولية؟ أنا امرأة عادية مانيش كيما هكا جمال اللي معناه يدوروا ويتلفنوا ويمشيوا للقاويم. انا امراه عاديه خرجت من في التقاعد، قعدت في داري على روحي نخدم على روحي، عروسات حفلات وكا فقط. اما من التلفزه ومن المنسيه من الاذاعه الكل منسيه. الفن اعطاك كيما اعطيته؟ والله الفن مسيرتي الفنيه متعبه تعبه. كيفاش؟ انت تعرف الفنانة المتزوجة شنو؟ عندها دار وعندها فاميليا ومقسومة، نبدا من شطر للإذاعة وشطر للدار، يعني تعبت فيه برشا. تعبت زاد من برشا ناس، تعبت من برشا مديرات تو نحكيو عليهم هذوما بعد بالتفاصيل. اليوم عندك جراية تقاعد؟ خذيت تقاعد ومعناها بشهريتي ولا باس الحمد لله. ما قلت لك من حكيت لك على من اللي تعرفت عرفتني الماجده وسيله اي زوجة الرئيس زعيم بورقيبه، من اللي عرفتني هي انا تعبت في الفن متعبه. معناها انا حكيت لك كي خرجت التقاعد شهريتي قديه 660 دينار. معناها كيف تبعث لي هي مرت رئيس هذه فماش لا انا شنو ذنبي كي ندخل اذاعه ندخل نخدم على روحي. يجي مسؤول يخرجني من الاستديو يقول لي راهي وسيله بعثت الكهرباء. وقت نخرج ونمشي يجي النهار نتاعي يشطبوا علي اللي انا غايبه. كل مره يشطبوا علي حتى وصلت للشهريه نتاعي خرجت عام 90 دخلت 62 عمري 29 سنه خرجت عام 90 في التقاعد. يعني خرجت بشهريه 660 دينار. مش حقك. يعني تعبت في الفن. وتظلمت فيه برشا. تظلمت. اي وملي عرفتني هي انا خاطر باش عرفتني. وقت جات تكتب الكتابه على الرئيس بورقيبه في قصر السعاده. رئيس القسم قال شكون اللي يعرف؟ يعني مش حد تعليلي. قالوا له ما نعرفش. قلت له انا. عملت تعليلة الرسول وقت يكتب الزاق
من وقتها عرفتني خاطر من وقتها باش تعرف. من وقتها كلمت المدير قالت له نحب المرأة هذيك نحب نشوفها. جاني مسؤول هزني القصر. من وقتها ولات وين تعمل حاجة أنا الأولى. سهرية مشيت مظاهرة في باجة هزتني معها. من وقتها وليت قصوا علي لا عاد حفلات لا عاد يهزوني لا عاد كي يخرجوا في الخارج يهزوني يعني قصوا علي كل شيء. قعدت على كرسي قاعدة مضربين يجيو يسجلوا نسجل معاهم ونروح لداري وكهو. تو نرجعوا على القصص هذه والتفاصيل هذه. قبل باش نحب نذكر بمقاطع من اغاني انت غنيتهم اغانيك واغاني انت غنيتهم. برمحوني ما صبت شي حكام ينسفوني ورد نسقيتو من أدمع عيوني سعني بشوك قبل ما نوصل محال كي تسمعش تقول اي يا حسره برشا اغاني يعني برشا اغاني اي عندي برشا اي برشا هذوما البعض وعندي فنان نحب نشكره برشا اللي هو؟ هو مقداد السهيلي عمل لي تكريم في النقابه وبعث لنا شهيد ما حضرناش حضر فيه سي كمال المرساوي نشكره الشاعر حضر فيه التكريم وجو وشهاداتنا جاتنا حتى للدار هذاك نشكره برشا 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 نشكره اللي هو تفقدني ومعناه ما سانيش يا ما يفهم الفنان الا الفنان بالطبيعه كنا نسمع تو في مجموعه من الاغاني قولي قداش سجلت من غنيه للاذاعه التونسيه غنايه فوق ال 100 عندي فوق ال 100 عندي برشا عندي غنايه زاد اش هالسر هالكمون سي طيب حرسه حرس مغروم هذاك ربي نشكره زاد سي طيب على كل غنايه هذيك وعندي برشا اغاني من منور سماده برشا 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 اغاني مستحفظه بالتسجيلات مسجلين الكل رصيد الكل في الاذاعه الكل ما في الاذاعه موجودين الكل في الاذاعه اليوم ما يتعداوش الاغاني هذه والله اش باش نقول لك ما نعرفش هذه حاجه ما نعرفهاش ما يحطوش ما تتسائلش بينك وبين روحك ما يحطوش انا قلت لك انا قلت لك انا تظلمت وتضريت برشا برشا ملي عرفتني المجد ما يحطوش الاغاني يحطوش عندي عليه الرياحي زاد يطوز بلاد النخلة لحان لك برشا عندي أغاني عندي برشا أغاني برشا أغاني إعلاميا ما كانتش عندك حظوة من الإعلاميين حتى وقت اللي كنت تغني نحكي مشتاق والله لا فماش ما فماش علاقات لا علاش اختيار منك
سامحني انا اللي نقول لك فيه راهو صحيح بالطبيعه لا أي. صحافه ولا الاذاعه خرج في التقاعد انا نشوف فيهم اللي يجي خارج في التقاعد يعملوا له عشويه ويعملوا له هيلمان و... انا اللي خرج دخل من الباب خرج من الاخر انت ام الفنانه ليليا الدهماني هكا ولا؟ ليليا دهم... ليليا ليليا الدهماني اللي عندها جمهور كبير ليليا انت والدتك انا نبدا في الاذاعه وهي في الدار تبدا تغني تبارك الله عليها كل شيء أم لكن ما سمعتهاش أما عندها البروفيسور نتاعها محمد بن علي في كرتاج قال لي راي عندها صوت قلت والله ما سمعتهاش كان جاء فرح خويا القانونجي حسن الغربي الفرقة كانت فرقة الإذاعة طلعت تغني قعدت باهتة فيها صوت نتاعها وقت باش تدخل الإذاعة أنا ما حبيتش بصراحة خاطر قلت باش الظلم اللي خذيته زعما هذه باش تلقى بلاصتها لكن بوها حب خليها هي اللي الحمد لله نجحت اللي خلى الخليفة ما ماتش فين حابية تبارك الله أما رات خير مني اللي شافته هي مش اللي شفته أنا أنا تعبت ما فماش مانيش حرة باش نجم نعمل فني كما انا نحب وانا ما عملتوش كما نحب وانا يعني الظلم يعني هي عملت اللي انت ما نجمتش تعمل هي تبارك الله عليها قفزت خير مني انا انا تفرغت ياسر للدار والاولاد انا عندي اولادي اكثر بالدنيا كل انا نبدا قبل الفن يعني. نبدا نسجله في الاذاعه ونبدا قلبي في كله في الدار كل حاجه ما وانا كي نروح نخرج وقتاش يقول لك عاد جانا سيدي رمضان وقت ندخلوا نسجلوا حتى الاربعة نتاع العشية جانا سيد المدير قال راهو الزعيم بورقيبة باش يجي اما واحد منكم يتكلم راهو خرجوا دو بالكم انا ماني معروفة عاد غادي بالقصر معروفة احنا نسجلوا هو جاء رئيس هاي دخل قصر وتسجيل عمل لك قال ها عايشة هوني عيط لي خرجت قال لي ما تسكن قلت في المرسى تو المدير واقف يخزرنا قال وقتاش تروحوا صايمين وهي صايمين قال وقتاش تروحوا قلت له الأربعة لكن المدير عمل هكت صرخت الأربعة قالوا يا سيد أنت طولت كراي من هوني الغادي وهذوما ما يتعشاوش وقتاش باش يطيبوا عشاهم هذا هيا قالوا تعرف كيفاه من العشرة للساعتين مشينا رمضان عديناها من العشرة للساعتين قعدنا نخدموا كاكا من وزاد بدل زاد ما بدلنا الوقت كنا معناها بسبب عايشة بورقيبة بدل الوقت الإداري من العشرة للساعتين على خاطرك أنت على خاطري أي ما قلت لك عاد خرجت من الاستديو يبوسوا لي في راسي يبوس كنا ندخلوا من ثمانية نخرج الاول نرجع ماضي ثلاثه حتى للسته تكلمت على الحكايه هذيا ولينا من تسعه لساعتين كنت كنت اثر في السلطه مو انا كي نمشي كي تعيط لي القصر تقول لي قل له كل شيء نقعد بحذاه ونحكي له كل شيء وتحكي له كل شيء كل شيء نقوله له باهي ونرجع هوني كيفاش انت تخمم في عائلتك مش كيما ليليا نرجع ليليا دونك ليليا حاند عندها ما تقول لك نتفرجوا مع بعض طبيعة إنسان يتربى في جو فيه أغنى وموسيقى كل بطبيعة مش خلاف الموهبة يعني وهي قالت لي وأنا صغيرة وتبدأ ترضع فيها تقول لي وقت اللي نترضع فيك نبدأ نغني وانا نسكت قالت لي وانت تتنرفز تولي تبكي نغاديك يمكن انا بون وقتها مش فايق الموهبه يعني من ست سنين نغني ويعني هي نسمع فيها تغني سي نورمال باش الدم يجبد انا وقت اللي قلت باش نغني خافت علاش خافت قالت لي خاطر ما سمعتنيش
عمرها ما سمعتني. قالوا لها تغني، قلت لهم ما تمشي نجوم غاد لما نسمعها. قلت لها في عود لي انت تشجعني بابا اللي صعيب يعني، قال لي امشي وانت ليه؟ قالت لي لما نسمع. قلت لها ليه ما تسمعنيش، هي طيبه وناس مليح وكل في هذه ظهرت صعيبه. مي كيف قالت لي سمعني، قلت لها ليه نسمعك غادي سور بلاس. قالت لي يا بنتي تمشي تحشمني. قلت لها والله ليه تهنى يا اخي بكيتها. ما كانت فخوره برشا، فخوره برشا. تقول لي منين هذايا؟ قلت لها ماما انا كنت تغضع فيا يا اخي، تغضع فيا في الفن. فخوره وحبت صوتي، قالت لي محلاه صوتك وشيخه عليا يعني ما يسال علي حد، حتى التكريم حتى حد ما كرم، ما تكرمتش مسكينه. برشا تكرموا اصغر منها وبرشا ما همش فنانين وتكرموا. هي تحس كما الفنان يحس راهو، هي حتى في عهد بورقيبه يعني ما نعرفش كيفاش تعديتهم الحكايه يعني ما تكرمتش. شكون كلو؟ ولا فما يمكن فما مقاسات، فما ايوا فما برشا حاجات. المسؤول هو اللي هو المسؤول اللي يحكم، مش الفنان اللي يجي يقولوا ليه هذيك ما تكرمهاش وهذيك ما تكرموش. لا انا كل شيء عندها يعني، كل شيء انا تشكي لي ليا انا، تضحك معايا انا، ساعه ساعه نبكيو مع بعضنا، هكاك حياتنا يعني. تعرفني نحب خاطر ضحات علينا برشا، شفت الباهي وشفت الخايب، الخايب اكثر من الباهي واللي عشت وانا معاها يعني، خاطر انا فيدي ضحيت معاها. والحمد لله يعني لاباس، الحمد لله لي طون بون سونتي، انا وخويا معاها، ولدي كيف كيف الحمد لله ما ناقص حتى شيء. الحمد لله يا ربي. اللي في الاخر حكيت على التكريم، اعتبرتك ما تكرمتش وما خديتش حقك. التكريم انا التكريم ساعه اللي وصلت لعمري هذا، التكريم اللي كرموني هما الشعب، حمامات إقليبيا نشكرهم الكل، ما زلت مين الهوارية، الكثر التكريم متاعي الكل مش شعب. وقت يعمل أسبوع بتاع الموسيقى نمشي أنا يعني على مستوى الجهوي والوطني، اللي كرموني هما الشعب. أما اللي ضحت فيها شطر عمري بريت منها شيء. وتكريم اللي كرمني 2016 هو محمد علي، محمد زين عابدي هذاك ولدي ساعة. وتكريم في كرتاج اللي كرمني بن مبروك وقتها وزير الثقافة. اي هذوما تكريم في عمري هذا كله مرتين. من وزارة الشؤون الثقافية. نحكيو مهرجانات، مهرجان الأغنية ما تحبش تكون موجودة فيه كضيفة شرف؟ الفن راهو شوف الفن صعيب برشا برشا، وأنا حكيت لك اللي قبل ما ندخل قبل ما ندخل الإذاعة أنا كنت نعمل في حفلات في حلق الوقت. لكن المسؤولين حتى كلمة شكر هو مش باش يكرموني، اما كلمه شكر حتى بارك الله فيك ما فماش. كنت نعمل في حفلات في حلق الواد، وانا منين تعرفت؟ عرفت من حلق الواد، والسبب فيه هو عز الدين يدير جاء لحلق الواد وسمعني وكلم الحمادي الجزيري وقت عنده فرقه الهوات، ودخلت الاذاعه عديت الامتحان ونجحت ودخلت الفن. باهي، بما انك رجعت بينا التالي انا باش نمشي معاك من الاول بالكل، محور الطفوله. طفولتك كيفاش توصفها في كلمه؟ صغيره كنت صغيره انا، كنا في مكتب الصباح قران العشيه تريزه شبكه، كنت ديما المعلم نتاعي يبدا يصنت، نبدا نعمل ابتهالات، عمك طلع البدر علينا ويبدا يصنت. كانوا قبل الناس الاكابر في المولد يعملوا يقول لك قصيده مولد، يعملوا عشويه في ديارهم، يهزنا المعلم هذاك يهزنا، وانا الوحيده اللي نبدا نشرقع ونقول طلع البدر علينا ونبدا
يا أخي مرض، أنا مريضة. جاء المعلم الدار قال بابا، قالوا وين يا عائشة؟ قالوا راي مريضة شوية. قالوا يا بابا اسمه معاوية. قالوا سي معاوية كنت أسمع صوتها. قالوا شنو فيها أغنية؟ 11 سنة عمري. خرجني خرجوني من، يعني كنت نحفظ ياسر القرآن. خرجني خطوني في الدار، قعدت في الدار العولة والتابل والحليلم هذيك الخدمة متاع طفلة اللي في الدار، هذيك الخدمة. يعني خرجوك من القراية وقعدت في الدار؟ أما شيء كان هذاك، أما عولة، أما صندق الطماطم، شحر حط في السطح، هذيك الخدمة متاع الطفلة اللي في الدار متاع قبلة من متاع عمري أنا. ولا نبدأ عاد نغني ونشرقع وإحنا دارنا شيء الفوق واللوطة، أنا نقعد ديما اللوطة بالعين. نبدأ عاد أمي كي يجيوها عاد ضيايف باش يعشيو في العشية تعمل لي هكا زعما برا الحليلم، نبدا نقص في الحليلم ونغني على كل شيء، نغني كل شيء كل شيء. نبدا نشرقع ونغني. تربيت في عائله لاباس عليها ميسوره الحال في رفاهيه ولا؟ عائلتنا لاباس الحمد لله، عائلتنا الناس محافظين متاع قبل، ما فماش هذه علي صوتك ولا يدق الباب تقول شكون، ولا مستحيل. حتى كنت تقول شكون الكف ياكلك. انا كنت شعري مره في حياتي مسيت شعري، كليت طريحه مش اقول لك شكون قال لك حل شعرك وما. والله يلزم هي تمشط لك شعرك، هي تمشط لك شعرك وهي تعمل لك كل شيء. يعني قبل ما حتى كان يجيو ضياف باش يعشيو الطفله ما تدورش، كان الساعه صافي قبل الوطيه، العروسه تعمل وطيه خاصه للبنات، وفطوا بلايز وجميع الخيوط نتاع الضوء هذوك الكل في روسنا، ونمشيو بناتي يفطوا بلايز، اما لا مكياج ولا تقول لا شيء، وجوه مغسوله بالماء والصابون. هكا نفهموا معناها كيفاش قبل كانوا. وندخلوا يا سيدي السوش والعوادة تبدا ترحب وندفعوا الفلوس، كانت قبل شيء اخر ومشكل. يا حسن اللي عشت في عمري انا نتاع عام 29 توا صحة ليهم بنات توا كل خير. انت بس باش الناس اللي يتفرجوا فينا يفهموا، انت توا عمرك 94 سنة. انا توا عندي دخلت مولودة 3 جويلية 29. شوف عندي 94 سنة في جويلية تعمل 95، ما شاء الله تبارك الله. معناها نحكيو على سنوات، تالي شوف كيفاش الدنيا تطورت، شوف شنو اللي تبدل. يعني وقتها باش مرأة تولي فنانة حاجة مش سهلة حتى طرف. غنيت معناها أنت تو غنيت وقت الاستعمار، وقت الاستقلال، زمان بورقيبة، زمان بن علي. أنت شوف عاد من 62 حتى 90 قداش غنيت. غنيت في كل بلايس، عملت في كل بقعة. شو نحكي لك؟ مازلت مازلت اليوم تحب تغني؟ ماذا بيا ديما نغني أنا. علاش اعتزلت؟ هو هو الفنان ما ساعة ما يتقش على الفن، حتى في الدار يعني ساعات في الدار نبدا نغني وحدي. فنان عمره ما يتنسى من الفن. معناها اليوم مازلت تغني وحدك شوي شوي؟ وتوا كيف تغني ليليا؟ تغني لي ساعات زدت الزن، نحس حاجة أخرى، نحس لحمي يشوك، ونحس خاطر صوتها ياسر رقيق مش كي صوتي أنا، صوتي أنا جبالي. صوتي بتاع تونسي صميم. كي نسمعها هي تغني نحس حاجة في بدني هكا ونجيني الدموع فيس عن نبكي. يأثروا فيك الأغاني. عندي ودي فنان جلال في باريس، إن شاء الله ربي يبارك له في ماله وفي أعماله وربي ينجحه، يضرب الدربوكة. فنان، عائلة فنية. وعندي بنتي زادة في تولوز مريم، نحييها ونقول لها إن شاء الله رمضان مبروك، وولدي زادة نقول له رمضانك مبروك أنت وزملائك. شو نقول لك؟ هذاك الفن اللي عديته أنا حياتي كلها كاكا. معناه فني أنا ممروج، ما هوش مرتاح. مصيرتي الفنية مش مرتاحة. وقتها كنا نحكي وإحنا وقتها قداش عندك أخوة؟ عندي إحنا أربع بنات. زوز توفوا الله يرحمهم، وزوز رجال توفوا الله يرحمهم، يعني زوز رجال وأربع نساء، أربع بنات. كانت عندي أختي
توفيت هي عندها صوت ما تصوروش في بالك. لكن جماعة الدار بتاع الدار ما همش بتاع اللي بتاع الغناء ومتاع أنا اللي الوحيدة اللي كنت عمري 17 سنة عملت برشا عروسات. أمي تقول عليك مهبولة طارعة بقبقاء والله قبقاء بلوح والله العبيد والفرقة متاع لي ريحي يا مصفى كامل وفيها هذه كليت عليها تريح هذا كليت تريح لا ديما ناكل ترايح حتى كي نغني في الدار ويسمعوني ناكل تريحة تقول لي العبيد في الشباك عندنا شباك حزارة قبل الحزارة يعملوا برمقلي فوق البرمقلي يعملوا كل حصيرة الخضراء هذا الشباك المعقول نبدا نغني حكايته نبدا نغني نقبوه الشباك ويرميوا لي الشوكولاته والحلوى من غادي وشكلي نلقى الشباك الكل هكا كل يوم يغز الشباك الكل معبي بالعبيد منهم مره راجل كبير عملت هكا نلقاه قاعد تحت الشباك قاعد هكا ويسمع نغني مهبوله نتاع غناء نغني كل شيء لك وناكل تريحه راهو ناكل تريحه وتواصل نعرف التريحه باش ناكلها هاي رغم هذا يتواصل بعد الصغر خان قدموا شويه عرست انت تزوجت الزواج فرحت بيه كما يلزم الا قلقك برشا في الفن اولاد وتعب ودار واش تعرف الزواج شنو يعني انا هو زواج تقليدي نمشي للمجموعه ندخل تسعة لساعتين نخرج تو للناحيه هذوك وندخل الكوشينه نعمل فطوري نتاع كان عشنا نغسل صابوني نحدد عندي ولد عندي راجل عندي طفله ومن بعد ارتحت شويه كي ليليا ولات تبارك الله هي شدت الدار نبدا نروح من الاذاعه نلقاها تبارك الله عليها لا تو انت مشيت لي سنين من الاول معناها كي انت كي تزوجت من الاول كنت فرحانه بالزواج ولا في ساعة ما اثر فيك سلبا وقلقك الزواج على المستوى خطر اثر على الفن شو الزواج شو مقلق شويه يتقلق شويه فما برشا حصر فما حصر فماش معناها راجلك كان صعيب لا مش صعيب هو السبب اللي فيه فرح كي دخلت الاذاعه فرحان دخلت لي ذاعة فرحان شجع وكمل الفرح كي ليليا دخلت هو دخل ليليا أنا ما حبيتش هو اللي حرص فيها في ال وكوت مسيرة تعديت والحمد لله تعديت بها وخايب وكهو من حكيت لك عاد على كل شيء حكينا في الكواليس طوق قدام الكاميرا ربي فضلها هذيك نورت عيني علاش متأثرة أمي عايشة؟ نعرف كل وقتك يعني تعديه مع ليليا نشكركم الكل ونشكر إيناس كل وقتك تعديه مع رمزي ونشكر كمال المرساوي الله يشكره ونشكر رضا أخوه نشكرهم الكل الكل واحد واحد ونشكر العاملين اللي في الكل أي أنت علاش تأثرت علاش؟ شو نقول لك انا ما نجمش نحكي لك شيء اخر دخلاني فما برشا شيء دخلاني ما نجمش نحكي لك عليه نعرف كي جبت لك على العائله فهمت لانه انت اليوم تعيش كان مع ليليا وديما معاك فعادي كي نجبدوا عليها عائلتنا عائله محترمه لاباس علينا في حلق الويز كنت عائله فنيه كنا عايشين نعملوا سهريات ونعملوا قعدات دار القليب هذه نشكرهم نبعث لهم تحية عندك حنين للوقت هذاك حسيت والعود في الدار والكمانجة والطار والدربوكة ونعملوا قعدات من غادي تعرفت أنا من غادي تعرفت خنزيدوا نعرفوا أكثر حاجات في بورتري حصة الهوات مع سي حمادي الجزيري تفكرها؟ حمادي الجزيري الحصة نتاعو غنيت في رغزالي اكزاكتومون هذه أول خطوة كانت أي. غنيت في رغزالي غنيت أم الحسن غنات صالة معبية برشا باش يعديه ما عاد حتى أنا عديت الكل الكليزة الدنيا وخرجت من غدوة بعثولي توظفت يعني اليوم عديت من غدوة بعثولي توظفت دخلت 62 عمري 29 سنة
ما زلت كي توظفت جاء مهرجان صليحة شاد لي أنور عامل هذيك سوسة الجمال والمهدية قعد يدور شكون باش يسجلها شكون باش يا أخي قال له المسؤول قال له شوف اللي عايشة اللي جات جديدة شوف أعطاها لي وقت سجلتها سوسة الجمال والمهدية وقتها مهرجان صليحة يدوروا في كل بلاد صفاقس وسوسة وقروين دورنا بها وفي كل بلاد غنيتها وقتها أنت دخلت للإذاعة من 42 صوت اختاروك أنت معناها فرضت روحك من بين 42 صوت تقريبا وأنت دخلت شكون المطربين اللي كانوا موجودين معك وقتها؟ أنا لقيت مجموعة صوتية لقيت برشا في فرقة الإذاعة شكون الموجودين؟ زهيرة سالم الله يرحمها في المجموعة ماما راضي علي زاد يرحمها توفاوت فما برشا كان عفيف الجمال فما عايدة نسيم فما ليلى حافظ فما برشا لقيت اللي نهار 62 دخلت المجموعة مع بيا علي وأنا دخلت الأخرانية فيهم الكل نعمة وعليا ما خلطتش عليها لا بل احنا في المجموعه قلت لك هذوما هما وهذوما شكون وقتها النجوم نجوم عليا نعمه صفيه عليا ونعمه خرجوا ذوك النجوم نحكي لي اللي مع معناها بصفه عامه هما نجوم الفتره هذيك هذوكم هذوكم هما اللي مطربين مسمين كانوا وكيفاش كانت علاقتك بهم زميلتك النجمات علاقتي مع مطربين الكل نحبهم ويحبوني الحمد لله بس ما عندي انا امراه أنا امرأة خاطية على الميدان كله راه أنا امرأة حتى في المجموعة صوتية احنا ندخلوا طول الملوف العود والملوف والموشحات يعني فرضة صف هكا بنات الكل أنا تقالي بعيدة غادي على روحي من خلال نقسم فما غناء فما تمارين نتمرن ما فماش فما تسجيل نهبط نجي للاستديو أنا الأولى قول عبد الحميد بالعجية الله يرحمه يقول الوحيدة اللي نقول استديو نلقاها هي قدام ميكرو علاش جاي بدا روحك ما تحبش علاقات؟ لا نبدا بعيدة ما خلطش عندك هكا طبيعتي ما خلطش وما عنديش أصحاب وما نمشيش حتى الدار خاطر في الفن يلزم شوية نخدم علاقات نخدم خدمتي نستسجيل ملوف نخرج من الإذاعة نشد الكار ما نعرف حد نروح للدار كهو أكها نروح للدار قضيتي صابوني فطوري نروح ننسى الإذاعة ننسى الدنيا كل وما كانش فما غيرة فما منافسة بين الفنانين فما برشا فما برشا شكون فنان وقتها قلقك هكا بالغيرة متاعه ولا بالمنافسة خنقول لا اللي دخلت هي الأخرانية هي شوبيلة راشد يرحمها دخلت هي الأخرى شوبيلة راشد زادة في المجموعة مع بعضنا الكل احنا الحق ما نقولك شيء في المجموعة كان أخوة طابع شوكولاتة تقسمه طرف الحق في المجموعة الصوتية متاعنا ما نحكي لكش كانهم أخوة ورجال كانهم زادة أخوة مجموعة ما نحكي لكش أنا متوحشتهم الله تحية اللي مازال حي نوجه له تحية واللي مات الله يرحمه ما كانش فما فكينا غاني هكا 30 كل واحد يحب الغناية ماذا به لي هو والله كان موجود هذا ولا المطربين الكل نحب اغانيهم ونحبهم الكل وخياني الكل لكن عندي حاجه واحده اللي تنغمش هي ليليا كيفاش؟ زي قديمة تظهر لي هي خير من العباد الكل هكا يظهر لي انا ما اقول كبتك مش كيف اللي انا نحكي على الفتره هذيك ليليا بعد الفتره هذيك وقتها شكون مطرب تونس الاولى؟ هي عليا 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 صفية ونعمة هذوما ثلاثة كانوا عليا بعد صفية بعد نعمة بالترتيب عليا هي كانت الكل هي عليا كانت هي الكل هي المطربة الأولى ونعمة وصفية هذوما ثلاثة فعلا خميس ترنين لحنك خميس ترنين هو اللي قدامه سجلت ثلاثة أغاني يا خاينة باش تكون بدلتيني أحمد خيار الدين اللي نسيته أحمد خير الدين هو المؤلف وتلحين خميس سرناء يا خموري خميس سرناء الأخرى محارك المتاع زاد خميس سرناء هذوما ثلاثة بقيت الكل وللتاريخ
يا خموري غنيتك انت ولا غنيت نعمه؟ يا خموري هذيك هي لحنها هو. يا خموري غنيتك انت ولا غنيت صالحه؟ لا غنيتي ما سجلتها صالحه. يعني غنيتك انت؟ هو قال لي راني لحنتها هي ومحار كلمتها، راني حلتهم صالحه وصالحه الله يرحمها ما سجلتهمش. مسجله يا خاينه هي. أيه؟ اما هذوما الزوز ما سجلتهمش. سجلهم لي انا، سجلتهم انا كي دخلت. غنيتك انت. هذوما سجلوا 62 كي دخلت. ومن بعد بداوا يلحنوا لي الملحنين الاخرين. علي رياحي تعاملت أيه معاه؟ اي علي رياحي يتوز يا بلاد النخله. أيه؟ عروسه تتنيل بالدقله. محمد ساسي عمل لي تحيه بلادي. وناس كريم قابس السمحه ينجيها. هذوما الكل اللي غنيتهم ويتكرموا فيهم ناس اخرين. يبدا انا غنيتهم ويكرموهم مع عباد اخرين. اللي هما هذوما اغانيك معناها الى التاريخ. فما شويه ظلم وفما شويه قال لك الدنيا بالوجوه والاخره بالفعايل. نرجعوا لعلي الرياحي، علاقتك به كيفاش كان؟ علاقتي بعلي الرياحي؟ علي الرياحي انا نعرف علي الرياحي من صغيره راني. وعلاقتك به كيفاش معناها؟ مهنيه ولا فما شويه صحبه؟ لا علي الرياحي حتى في رمضان يعمل لي تليفون ويقول لي بالله دبر عليا شنو اللي باش نطيب. اي صحاب شنو هي الصلاه اللي باش نعملها وانت شنو اللي عملت؟ وراجل طيب ياسر ياسر ياسر. وقت نبداو في فرح ولا في حفله مع بعضنا يقول لي يجي يقعد بحذايا خاطر احنا زوز كي بعضنا. ناس مليح ياسر وعلاقتي به. وكانت حتى كي نغني ونجي خارجه يوصلني حتى للدار. الله يعني. يرحمهم الكل اللي مات. وربي ان شاء الله يطول انفاس اللي عايشين. باهي باش نعطيك تو مجموعه من الفيديوهات باش تقول لي صحيح والا غلط اللي قالوه. باهي بما انك شاهده على التاريخ هذوما الكل اصحابك وزملائك وتعاملت معهم برشا، نمشيو لصحيح ولا غلط. باهي ثبت معايا في أول فيديو شنشوفوا صلاح مصباح شنو قال على علي الرياحي. المعلومات كراو سيد علي الرياحي كان وقت اللي يطلع في الكافي شانطة في باب سويقة راو الناس يقصوا تساكر باش يضحكوا عليه. هذا اللي ما يقولوهش تو واللي أنا عشته وشفته. سيد علي كان إنسان أنيق برشا، كان ملي يلبس الكسوة متاعه ما عادش يقعد على كرسي. كانوا يضحكوا عليه صحيح؟ صحيح. كلامه صحيح؟ إي. كيفاش؟ يا حسن معناه بالحق قبل كانوا يدخلوا على رياحي باش يضحكوا عليه. اي على ظوافره وعلى مشته وعلى كان قبل فما في قبل كانت مطرب يغني يقولوا سحروبه سحروبه بداوا يقولوا هيا سحروبه سحروبه. وعلاش يعملوا هكا؟ قول لهم علاش. انت تعرف ابناء جيلك فما ناس فما ناس فنانين يفهموا الفنان وفما ناس ما هوش فنانين. يرحموا الباجي خارج السبشي يرحموا لا يعرفوا لا منقوع ولا منبوع. بالمجد صحيح فما ناس فنانين تفهم الفنان كي يقف باش يغني. شوف انت شنو هو اللي يحس هو كالفنان هذاك ولا يقول له كلمه مش باهيه ولا فنان. فما فنانين تفهم بعضها فما فنانين ناس مش فنانين يعني يقولوا شي يحبوا. خاطر فما فيديو اخر باش نشوفوها مع بعضنا تو خلينا نسمعوا فيرسيون اخر على علي الرياحي. تفضل. علي الرياحي كانوا يضربوه بالعنقيه في في في, في الزنق. علي الرياحي؟ علي الرياحي كانوا يمشيوا وكانوا يحميوه بعض كم العسكر معاه اما الناس اللي يلقاو فيه ضربه يضربوه. خاطر يغني؟ خاطر يغني. حتى هذا كلام صحيح نفهم الكلام. هذا هشام بن عماره في برنامج نهار من المهارات على اي اف ام. صحيح. تعذب برشا وسمع برشا كلام وبدا يغني يقولوا له كلام. لدرجة الضرب؟ اي. يسمع برشا كلام مش باهي. شنو كان كنت تحكي معاه في وضعيات هكا؟ علي رياحي رقيق برشا لطيف برشا برشا. اي. لطيف ورقيق كان حساس. يتأثر معناها حساس ويحس هكا راجل فنان 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 أقل حاجة تبكيه ويحس
في مشوار تلقى الحاجة هكا تبكيني. فنان ماهوش عادي راه. ماهوش عادي كما اللي حاضرين الكل. يقولوا على رياحي مات بغصتو، صحيحة؟ شوف فما ناس اللي عندهم ضمير وعندهم إحساس ويفهموا الفنان ويعرفوا قيمة الفنان. فما ناس ما يعرفوش قيمة الفنان. أي دايما متفقين فيه. أي. أما هو علي الرياحي مات معناها مقهور موجوع. علي الرياحي بالحفلة بتاعه عملتها سعيدة ساسي. أي. أخت زعيم بورقيبة. عاملة حفلة في المسرح البلدي. موجودين احنا الكل. عليا ونعمة صفية الكلنا. يعني كي حط الميكرو طاح توفى. مش نحكي لك قلت ما تب يعني الله يرحمه. هو يغني فيك تلتيني من غير سلاح. ما تفسد الحفلة. ما حبتش. قلت كيزمة الحفلة يزمة تتعدى. يعني اللي تخرج تغني تبكي. عليا تغني تبكي. نعيم نعمة كيف كيف صفية أنا ما نجموه حتى واحدة ما نجمت تغني. رجل خرجوه ميت. يعني وراجل الله يرحمه الله يرحمه يخاف ياسر من الموت. يخاف خاف برشا خاف من الموت. جاته موتة سهلة. هو قال قتلتني بلا سلاح وطاح. وتمنى يموت على الركب. الشعر اللي واقف بالجال هبط كي لحريرك. لي يرحمه موتة نتاعو سهلة. موتة سهلة ما تعذبش. به عبسة ترى ميمو في فكرة سامي الفهري يقول شافية رشدي كانت مشومة تضرب في الموسيقيين. شافية رشدي صحيح كلامه؟ امرأة فنانة لكن صعيبة. احنا كنا صغار نطلعوا بالسطح باش نتفرجوا فيها. الله يرحمها فردها فوق منها. فردها فوق منها. شنو فردها فوق منها؟ فرد عندها فردها فوق منها. و أنا نجم حد يتعدى عليه ولا يقول له كلمة مش خايبة. نانا قلت لها نانا. أه؟ أي معناها كانت صعيبة برشا برشا. وكي تبدا قاعدة هكا تفهم الإنسان عرمش تفهمه. وصوتها هكاك يرحمها. لكن مرة ذكية 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 بصوت. أنا مرة استدعتني هزتني للحمام تاعها يرحمها. شفت المرة هذه قديش قوية يا قوية قديش لطيفة قديش تحب الفنان تحب الفن وكل صعيبة. قلت لك أنا نسمع حد قال فيها حاجة ما فماش لعب. صعيبة برشا طيبة برشا مرة باهي طيبة وأما عنيفة. إيه عنيفة في الفن لعبة. شوفوا فيديو اللي بعده أسامة فرحات. هي حكيت على الموضوع هذا قالت كان حبيت نعمل أنا كارير عربية راني مشيت وطلبوا منها الناس كل اللي لحنوا الكلهم جاوا وطلبوا منها باش تجي لمصر. أيوة. مصر برانسيبال مو معناها كيف عليا وكيف. لكن كأنه فما هي قرار من ناحيتها هي وفما قرار سياسي زادة مش ما تحركش برشا معناها وقت الزعيم بورقيبة. لا اي اي معناها زاد هي شوف كانت نيميرو 1 ما نكذبوش على بعضنا. منعمة كانت هي مطربة تونس الأولى ما بلا جدال معناها. حكي على نعمة قال نعمة سيدة نعمة كانت هي مطربة تونس الأولى وكانت تنجم تعمل وحب كارير عربية. أنا قلت لك عليا هي المطربة الأولى كان مش نعمة. لا نعمة سيدة. لا عليا. بعدها نعمة. هذا غلط. بعدها نعمة وصفية. هذوما ما فيهم أنا كنا الأخراني صراحة. أما هي الأولى هي عليا يرحمها. عليا كانت هي كان قصايد كان نشيدات كان عليا. خاطر أسامة فرحات قال نعمة هي الأولى. عليا هي. قال ما فماش جدال في الموضوع يعني هي الأولى. هي الأولى. عليا هي الأولانية. كان فما قرار سياسي منع السيدة نعمة في وقت من الأوقات؟ والله ما نعرفش هذا كله. ما عندكش معلومة؟ في الفن أنا حاجة أنا كلمني في الفن نعلمك ما كلمني حاجة أخرى ما نسمحهاش. أنا حتى اللي يجي أقول
تحدثني حاجة على الفن نفهمك، بس هذه حاجة أخرى ما تحدثني. خلينا نكملوا في الفن ونمشيو الفيديو اللي بعد. راني نحب الأدوار ونحب المسرح. تقول أنا من 32 ل 52 عجبتني روحي وأنا نعمل في المسرح ونعمل الأدوار، لكن الموسيقى أنا مانيش فرحانة بروحي. أي تقول أنا دير أنا ما تعملتليش برشا غناء، ما تعمليش برشا غناء، وهي الحقيقة متاع ربي. حتى وقت اللي تبدأ تغني ماهيش تبدأ تغني الحقيقة. عماد دونك هوني في برنامج بلا مارا مع برهان بسايس، حضرت عليها. حضرت عليها؟ اي فتحية خيري سجلنا معها غناية. أي هو كيما معناه يقول انها ما تعرفش تغني، وانا هي بيدها معناها فضت المسرح والادوار اكثر معناها من الغناء والموسيقى. المشحات والملهوف والادوار وكل هذوما تعديه والكل علينا. فتحيه خيري صوتها كان محدود؟ صوتها حلو فتحيه. فتحيه خيري صوتها حلو. كل وحده عندها راهو شارم نتاعها، كل حد عندها صوتها. صوتها بايع فتحيه، صوتها حلو. معناها عندها قدرات صوتيه. صوتها حلو، عندها غنيها يا قمر، وعندها عندها تغني يا محرمتها. لقيت بيك سور يا محرمتها، عندها برشا غاني باهين. وشافي عندها زاد غنية، شافي صوتها على قدو، لكن مرأة تعرف تخدم. مرأة صوتها على قدو، شافي في الفن دماغ تاع فن فنانة. باه نمشيو لاخر فيديو. ابراهيم الطايف في راسين كاري على اي اف ام. مش غريب انه يكون يقولوا لمحمد الجاموسي راهو مش يتهموه، انه يقولوا له راك اللي كان خاطره يعشق يعني. كوني قالك محمد الجاموسي كان عشاق. محمد الجاموسي كنا نسجلوا معاه، كان يجي يعمل حصص. نسجلوا معاه كهو، ما عندي ما بيني سيره به. لا كان دونجون زمان. محمد الجاموسي معصب شوية. ويقول كل كلمة، يقول كلمة مش باهية. سامحني أخلاقه ما نحكي لكش. شبيها أخلاقه؟ محمد الجاموسي حاجة أخرى، كل حد كيفاش. أي قول ما عندي سيلة بيه. كيفاش؟ كان يعمل قعدات في الإذاعة نسجلوا معاه. حنا كوران كله كهو. وكهو. ما هو يعدي في صفوة وسارة والجماعة نتاع صفاق السما. ما عديناش احنا، عمره ما عداني انا الجملة. أقصاك معناها. إي. مرة قلت له سي محمد ليليا وصوتها، قال لي أنا إيش عندها صوت حصان. اي على ليليا. محمد جاموسي قال على ليليا دهماني صوت حصان. قال لي عندها صوت حصان. من بعد كي جايه يعطي فيها في غنيه، قالت له لا ما نسلكش انا صوتي حصان، ما نخش من عندك غنيه. من قلت لك فما فنان عنده احساس، فما فنان لا. للاسف. باش نمشيو توا الحوار الصراحه. اثناش افريل 1962، التاريخ هذا شنو يعني لك؟ اش نقول لك عليه؟ اللي هو تاريخ زواج بورقيبه من وسيله بن عمار، وانت غنيت وقتها تعليل. هذاك وقتها مازلت انا كي دخلت 62 دخلت انا. اي وقت جوازهم ما نعرفش قداش عندي وقتها موجوده. اشهر؟ اي انا كي عملت التعليله نتاعهم وجاني جوايب. لك الوقت هذاك فيها 400 دينار. لك الجواب هذاك خرجت به هكا، قامت الدنيا وليه وقعدت. عنا الله يرحمه كان حي، كان حي ربي يطول في انفاسه، كان مات الله يرحمه. عبد الحميد السليتي هذا كان رئيس قسم، شو يقول لك؟ عسل الدنيا حق. قال لهم وقت نشدكم شكون يعرف يعلل؟ قلت له ما نعرفش، ما نعرفوش. هي علت الجواب هذاك اجا ليها هي، حتى حد ما يمسه. حبوا يغوروا لك على الجواب. تغشوا معناها، يلزموا. علاش انت مش يلزموا يتقسم. هذه الغيره اللي هذيك يلزموا يتقسم الموجوده. وقت عديت نهايرين تقريبا بعد كل الكتاب نتاعها.
كلمت مدير الإذاعة قالت له نحب المرأة هذيك. كلم رئيس قسم قالوا احنا نسجلوا. هو عيط لي قال لي باش نمشي. تفجعت انا خفت قلت له عليه تفجعت مشى القصر عليه قلت له عليه قال لي لا لا لاباس وسيله تحب عليك. هي دخلت فرحت بيا قالت لي محلاها كنت علي لي قالت عليه بكيت لي انت بكيت الرئيس قالت لي كله كيفاش تعذبت علينا قلت له نعرفها من صغر. معناها انت بكيت حبيب بورقيبه؟ اي قالت لي كيفاش بكيتني انا والرئيس. قالت لي كيفاش تعلمت التعليله هذيك؟ انا عرفها ملي صغيره. والتعليله نتاع العروسه تعلمتها على راول جورنو. من وقتها عرفتني ما عادش سلمت فيا في كل سهريه. وليتوا صحاب؟ من مره في عندي عرس في حلق الواد في الصاله تاع بنت صالح بيا بيات. بعثت علي سريتي وتوفيق ترجمان نسيبها بكرهبة قلت لهم دور وصلات الكل وجيبوا لي عايشة. داروا صلات الكل حتى خلت الحق الواد القوانين غني. فما مطربة معانا قالت لي هاو جاوي لو جو فيك وسيلة تحب عليك. لقاني نغني علي سريتي قال لهم خليها تكمل. قال لي بالعجية راي وسيلة. قالت لي فك عليك ما تمشيش. قلت لها كيف مرت رئيس تقول لك إيجا ما تمشي لهاش ما عيطتك شريك أنت ما نمشيش أنا قلت لها ما عيطت لك شريكة. حسين مشيت قلت لها هي وطلعتني. قالت لي كهو لا وجه لازم نجيبك. وقت يغنيه الناس الكل كي تجي لي أنا تقول له لا نحيك الميكرو نحبها بلاش ميكرو نسمح. صدقني في الجنينة تاعهم في داره سهرية في الجنينة بلاش ميكرو. تقول له علاش من أول الليل عقب الليل صوتك يولي يهبل. قلت له هذاك الشيء من عند ربي هذا مو من عند الإله سبحانه عز وجل. وسيلة بورقيبة أغلى هدية جاتك من عندها؟ سامحني ما عطاتك حتى هدية؟ لا ما خذيت حتى شيء. كيفاش؟ إيجا نقول لك أنا امرأة ملي قلت لك أنا تربيتي حاجة أخرى. أنا أما هدية ذي أنا خاطر كي نقعد بحذاها تبدا قاعدة معايا نفهم كل شيء نشوف فيها كيفاش. يعني أنا كان طلبت والله كان طلبت راني خذيت. أما أنا نسمع كل شيء اللي تقوله. أنا نغني في داره أنا قلت لك في جنينة بلاش ميكروات عنده شوفير اسمه صاحبي. بعد ما نكمل ندخل يا صاحبي هيا روح بيا. يبدا يضحك يقول شبيك شبيك قل ويا روح بيا يا روح بيا يا ولادي عايشه ويني عايشه ويني قول لها راهي وصلت للدار. هذا شوفير وسيله بورقيبه تعمل تليفون تقول المسؤول تقول له عيط لي عايشه. هي عيط لي ايش وسيله تحب علي يا بنتي تقول يا اخي شبيك ما تقعدش. قول علاش باش نقعد؟ قول يا اخي انت غنيه ما تحبش الفلوس. قول لا عليك انت ما ناخذش فلوس. بلاش صدقني عمري ملي بديت وسيله بورقيبه وهاو دار بن عمار الكل يسمعوا بنتها نحييها نبيله ونايله ونايله عرس ولدها انا عملته قزيت لها فرقه وعملت لها عملت له عرس عشوائيه تفلق. لا عمري خذيت فرانك ما تاخوش عليه لا خلص الفرقة. أما أنا لا فرانك عمري من دار بن عمار. وعلاش؟ عمري ما جاء فرانك من يدي من دار بن عمار. وسيلة يعني وسيلة هي عائلة وسيلة حرام بورقيبة. أيوة فنان راهو العبد فنان يحس مرأة تقدرك وتحترمك وتعيط لك باش شنو اللي باش تطلع الجاز. أما عطاتك هدية من نوع آخر. انت غنيت قدام ام كلثوم عملت فريق غزالي قدامها عملت فريق غزالي بغير مكروات مراه كاش عامله هك. بعد وقفت بالوقفه قلت لها وسيله فيه صوت جميل لكن ما بكس ما كونش عارفينه عليك انت اي بس ما كونش عارفينه قلت لها. وكي جات جايه هي باش تغني في المنزل كل ليله الاذاعه يعملوا حفله
كل ليله يجيبوا مطربين يتغربوا خاطر الميكروويف نتاعها من مصر جايين مش من تونس. ميكروويفها نتاع مصر. يجربوا في الميكروويف المساريه كل ليله يعملوا حفله. اخر مطرب هو انا. هو انا ما هو جيبوا فلان وفلان عديو يعديو 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 شكون قعد قطوسة الرماد هي انا خليوني الاخرانيه حاشيك حقا عيطوا العيش جيبوه. انا عملت انا عملت العروبي وقالوا بس زي ام كلثوم قصوا التسجيل وتقادت الميكروويت اللي في المنزل على صوتيان. ما فماش وزير ما غنيتلوش عرس ولده، ما فماش مدير عندنا مسؤول اليوم عرس ولد فلان يلزمك تمشي غني روح ارقد فماشي صدقني. ها مره خدمنا حفله في بنزرت هنا في الاذاعه نسجلوا وعلال عمل تليفون للاذاعه قالت له شوف عايشه في الاذاعه باش تجي في بنزرت. قالوا له ما تخدمش ما جاتش وحنا نسجلوا راه سجل في الاذاعه. قبل تليفون للدار لقاه راجل قالوا يا اخي عايشه قالوا لا في الاذاعه قالوا ها نعمت الاذاعه قالوا ما تخدمش. اش تعرف عاد انت الراجل عاد سيدك ربي فين مشيت وعلاش وماكش يا ولدي نسجلوا في الاذاعه راني نسجلوا في المالوف قاعدين. كي روحت قال لي روح علينا عملت تليفون الوسيله قالت لك يلزمك تجي لبنزرت. توا هما ما قالوليش الاذاعه ما حبوش يهزوني هزوا مطربين اخرين انا لا. انا قلت لك كي تبدا حفله باش يجي فيها الرئيس يعديوني انا الاولى باش الرئيس ما يرانيش. انا نقول لك فيه قد قدره هو وما نخافش راهو نسميهم واحد واحد. شكون؟ سميهم للتاريخ. روحت للدار. شكون سميهم؟ عاود تليفون علالة قال لي قالت لك وسيله ايجا حتى من حتى اللبسه غادي في بنزرت من عندها هي. عندي وقت الكهرباء. أنا قلت روح أنا ديما كي نمشي الإذاعة ديما لابسة بالكدا وشعري مقدود. أيا مشينا لبنزرت. كي دخلت المسؤول قال لي شكون جابك؟ وشكون؟ قلت له جابتني الماجدة. هل جات هي؟ قالت له أنا. تعرف راهي تعرف كل شيء وتعرف كي حشوني تعرف. مهرجان عيد ميلاد الرئيس. يتفسر لي تبديله معاها هي واختها وبنتها. فوطه وبلوزه. باش نغني بها قدام الرئيس. عيد ميلاده. اش يعملوا؟ يعديوني انا الاولى باش الرئيس ما يرانيش. بعد شو ولات تعمل؟ ولات تعمل ورق. فلان هكا فلان هكا الاخرى حطني انا الاخرى. عام 90 خرجت على التقاعد من الاذاعه، عملوا لك تكريم كي جيت خارجه من الاذاعه فرحوا بيك ريسبسيون؟ انا كي جيت خارجه في التقاعد ما جاء المسؤول قال اعطوني بطاقه تعريف. خاطر فما شكون اللي بيخرج في التقاعد. اعطيته بطاقتي وكل فرحت بالعكس باش نخرج في جويليه خرجت لهم في جوا على ما قلقت. قلقت من تعودي وقلقت من راهو مشاو العراق مشاو لألمانيا. وقتها حبيت تسلم على المدير وما حبش يقابلك. أنا مشيت بعد قال لي راك باش تخرج في التقاعد. الحمد لله قلت وصل للوقت هذا فيه البركة فيه تعديت مسيرتي الفنية والحمد لله لاباس. طلعت باش نسلم على سيد المدير. ما حبش يقبلني. قال الكاتبة قال لها خلي لها الباتش هو موجود عندي في الدار. قلت كيفاش نعلق الباتش وكل يوم ماشي جاي على الاذاعه. قلت انا مصدق ربي خرجت. ما حبش يقبلني هو. من نهارتها ما رجعت حتى مره للاذاعه؟ لا ما رجعتش. حتى ما رجعت كان توا وقت الحبيب شغام عمل لي برنامج عمل لي انترفيو دخلت للاذاعه ما عاودش رجعت. باهي وفي نفس الاطار هذا عندكم صديق العائله وهو شاعر زاده كيف كمال المرساوي. عنده رسالة ليك وكان حتى في الرسالة دي حكاية شوية على الجحود وعلى نكران جميل وعلى الناس اللي ما
ما كرموك شو كمال هذاك ولدي. خلنا نسمعوا واش قال. احنا ملي صغار في المرصر معناها السيدة عائشة سيتون ريفيرونس في المرصرة، خاطر معناها المرصوية القدم الكل هي عروساتهم وفروحاتهم وكل كانوا كانت هي معناها تعملوا هي وسلاف معناها نعمة كانوا يخدموا هوني في المرصة برشا، سيرتو في الطابخ كمرت في الحوايج هذوما معناها بلايص المرصوية. ولتوا المرأة ما شاء الله معناها 94 واللي كورد فوكال نتاعها مازال نظاف ها ومازالت تقول حاجه معناها ما تجيش كل يوم هذي. اون كونتر بارتي احنا موجوعين عليها عايشه، خاطر تنجم تكون امي عمتي خالتي هذيك ومراه راهو عندنا علاقه كبيره بها ومراه حنينه برشا وفنانه برشا، لكن هي ما طالبه حتى شيء، ما طالبه حتى شيء، عايشه بين اولادها المونك دو ريان هي. اما الكلمه الحلوه اللي تستنى فيها ها من المسؤولين تاع وزاره الثقافه ها قدام من وزير يجي، زعما انت وزير اللي جيت اليوم معناها اسمك اكبر من السيده عائشه، مستحيل. عطات هذيك من فنها ومن روحها ومن احساسها للشعب التونسي وللاذاعه التونسيه ها، وانا اللوم الاكثر على الاذاعه الوطنيه. نورمالمون الاذاعه الوطنيه راهي كل مرة تجيب فنان تكرمه، فهمتني؟ وتجبد له التاريخ نتاعو، هو شيخ هاك الفنان يقول لك مازالوا يخموا فيا، ما نساونيش، ما نساونيش، مازالوا هما يفكروا فيا. الفنان راهو حساس ياسر ونرجسي ياسر. تحبني هاي، تحبني برشا، وأنا نحبها برشا. وأخواتي وأمي الله يرحمها كل بابا يحبوها. هذيك عرست المرصوية أول واحدة محبوبة برشا راهو، وتوا يمشي وزير ويجي وزير ويمشي مندوب ثقافي ويجي مندوب ثقافي، واحد والنهار واحد فيكم هكا جات لبالو وهذيك مرجع وهذيك تاريخ، ونهار آخر راهو أجيال باش تحكي عليها السيدة عائشة. هذا كمال المرصاوي صديق العائلة. صدقني ها صدقني باش نقول لك حاجة اللي هي قاعدة هنا مرة قلت لك خدمنا الحفلة اللي في بنزرت ها قعدوني قبل ما يجي الرئيس يرحمها وينعمها مرأة ما نحكيلكش الذهب يرق يرق ما تقطعش بنت من عمارة مش تحب اللي يجي راه مش اللي يجي مش اللي يجي يقعد حدا وسيله مش اللي يجي يتصور معاها في الاخبار. جاتها واحده من سويسرا ضيوف من سويسرا جا الحرس باش يخرجني قالت لي ولا هذيك بنتي خليها قاعده صورت معاها في الاخبار. مش اللي يجي تحب وسيله راه ومش باش واحد يقول يا لا لا عايشك لا نغني بفرحه بقلبي فرحان والله يرحمها وغنيت لها بقلبي فرحان وللرئيس وفرحانة برشا 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 واللي تحبني برشا. الحفلة هذه اللي خدمناها في بنزرت كانوا قبل يعطيهم مموار ورقة مصحة حطها في ستوشك، كانت عندنا كاسة في الإذاعة نمشي سي الهادي قعلول والله كان حي ربي يطول في أنفاسه وكان مات الله يرحمه سي الهادي صبوشك الحفلة منهم مرة قال لي يا بنتي 7 أشهر ولا 8 أشهر يا بنتي قال لي فلوس هذوما خذاوهم مشاو برا مشي المسؤول. مشيت سي عبد الحميد بن علجية الله يرحمه سي عبد الحميد الممار هذا راهو تسولق مشى يا اخي الحفله يا بنيتي قال قال لي خذيناهم وكليناهم ومشاو يا اخي ما خلصتش قلت له لا باش تشوف باش تشوف البشر كي يعمل شر. مشيت للإدارة قال لي برا مشي لسي محمد شقرون مشيت له قال لي يا بنتي الحفلة هذه ناس كل خلصت كان أنت أعطاني ورقة قال لي برا قابل المدير. مشيت مش قابل المدير ما حبش حبش يقابلني قلت له راي سيدة عائشة جيت راي هكا قال ما مانيش ليه ما قابلهاش ما حبش يقابلني
أنا شو نعمل؟ خرجت خذيت تاكسي مشيت للوزارة، مشيت سي علالة الله يرحمه كراجل العزيز الغالي علالة عويتي، علالة يقول لهم المرأة هذه كتجي لا نحط ورقة ولا نطلع طول نجري الوزارة لا ورقة ولا كيف يحلوا الباب تبدأ الدنيا هكا، ويراني دخلني أنا قبل العبيد الكل مشيت له شبيه وريت الممار عملوا تليفون قالوا علاش 7 أشهر المرأة هذه مرأة بدت وقدت وجات وغنيت، قالوا هيا باهي توا نخلص على خاطري، قالوا أنا غنيت مش أنا غنيت، قالوا هي غنيت وهي مشيت وهي تعبت، هيا قالوا تعرف توا نحطها في كربة ونهزها الرئيس بورقيبة ومن بعد توا نقول لك شنو الراجل ولا يرعش كالمدير مشي يرعش هي ذاك وتخرج على خاطري أنا، خرج على خاطر قال لي نسمع بيك تغني البرة نطردك، قلت له سيدي الرئيس راهو قاتي شبيك، قلت له راهو هكا هكا يا اخي طردوا بورقيبة، قال اي قال له انت طردها هي ساعة الاذاعه نتاعك نتاع بوك اي اخرج انت، قال له اسمع ما تهزش كرهات الاذاعه زاده امشي في تاكسي اقسم لك بالله ها بالتليفون ها قدامي زاده انا قاعده قالوا باهي على خاطر، قالوا لا مش على خاطري يا بابا مرأة تعبت وغنيت مش على خاطري 7 أشهر، قالوا 7 أشهر ما تخلفش مرأة حسين، رجعت الإذاعة باش يموت الراجل، قال لي هاكا كل حالة كنت، قلت له لا ما نحبش ما جيتكش على حفلات ما نحبش الحفلات، لقيت الشهير لقيت الفلوس محطوطي هذايا الكل وللتاريخ. اسمع ريت العز وريت القدر وريت الاحترام، راهو رئيس كامل يقف يقول لي عايشه ام الحسن غنيت، وقت قلت له على في رمضان قلت له نخرجوا الاربعه، قال له اسمع هذيك صوتها هايل راهي راني نحب ام الحسن غنيت من عندك نحب ام الحسن غنيت، يقبل ويقف يقول لي ام الحسن غنيت في القصر حفله وقال لي ام الحسن غنيت، دخلت نلقى شبيله تبكي، قلت له وسيل عليه عليه تبكي كيفاش كيفاش انا غن طلبني انا ما هكاك شي يحب هو كيفاش تغني غناء امها زي من خارج ضيوف نغني انا قدامه يحترموني ويعزوني انا على الفلوس لين عبوس اخضر الدنيا انا كي تعيط لي وتحترمني وتبدا تبشبش بيا خير لي من مدي زوز ملايا ما حشتيش بيهم ما نحبهمش. شكرا ليك سيدة عايشة نورتنا بحضورك، نشكرك انت عايشة برشا برشا عايشك وان شاء الله نغني لك تعليلة. شكرا ليك سيدة عايشة، شكرا لكم انتم الكل، نحب نشكرك بالورود تفضل مروة ونشكركم يعطيك الصحة على حضورك معنا يا عايشك عايش بنتي ربي يفضلك ان شاء الله غنيك في عرسك ولا بعرس هذه الباقة من عنا نجي نعمل لك تعليله. شكرا ليك نورتنا بحضورك وانت زاد ربي يفضلك يعيشك وربي يعليك شكرا ربي ان شاء الله يعطيك كل ما تتمناه. شكرا ليك على حضورك معنا فاصل وراجعين.
باش نحكي لكم على البرناس. الحكاية بدأت من الأول بالكل، كيف مشى وشاف مدرسة ابتدائية هو وليكيب اللي معاه، شافوا لي فما طواول وكراسي ما همش لك الكل، الأطفال ما همش قاعدين على راحتهم، ما ينجموش يستعملوهم على راحتهم، القياسات ما هيش صحيحة، خاطر كل شيء يبدأ مدروس، صنع الطاولات الكراسي كله يبدأ مدروس. فمشاو عملوا كراسي وطواول سور ميزور وكل شيء بالقياسات وبالحسابات كما هما خدموا أهل الاختصاص، خطر هذه الدراسة وقراية ومجهود، ما مش شيء معناتها اعتباطي وما فيهش دراسة. ما وقفوش غاديكا بحكم أنه فما برشا حاجات ما ينجموش يكونوا متوفرين في الأماكن العمومية. هما عملوا إسباس جوكر بارك. جوكر بارك هذا موجود في بني خيار، طريق المعمورة من ولاية نابل، غادي وين تمشي وتلقاو أنواع متاع ألعاب كما الشطرنج الكبير اللي مش موجود وفي تونس ماريناش كيفو، واللي مصنوع باليد أتو تكتشفوه في الفيديو اللي باش تفرجوا فيه توا، وغيرها من الألعاب. الألعاب هذه كلها مصنوعة من الخشب، فما الشطرنج الصغير زيدا، فما الشطرنج بأنواعه ألوان خشب مختلفة، وفما ألعاب أخرى اللي تنمي ذكاء الصغير واللي تعاونوا على التركيز وغيرها من الألعاب. خليكم تكتشفوا في الفيتير هذا ورجاء. بدينا بفكرة الألعاب هذيا خاطر الصغير ما يلقاش وين يتربى، ما يلقاش وين يلعب. قلنا علاش يقولوا القول متى بكري أعلموا الأطفال وهم يلعبون. جاتني فكرة الألعاب هذيا وبديت نصنع فيها بالمرحلة بالمرحلة، تو عندي عامين وأنا نصنع فيهم. بسبب الصغير وين يمشي يلعب، وين يمشي يتفرد، يتعلم التركيز، يتعلم المهارة اليدوية بأسلوب كما نقولوا احنا حاجه حيه، حاجه ملموسه كما الخشب، خاطر نخدم كان بالخشب. من الشطرنج المصغر الى الشطرنج الكبير هذا خذينا نتبعوا، الاخير لقيناها اكبر شطرنج في العالم ومصنوع كله مانيال، كله بالليد معناته، فهمت؟ خذينا نتبعوا لقيناها اكبر شطرنج في العالم. ذاك ويحاول باش ما يطيحش. هذه لعبة التوازن، ترمي الشيشبيشه هذه وشنو اللون اللي ما تجيب عليه؟ مثلا جبت اللون الاصفر، تجي وتحط على البيت الاصفر هذاك، فهمت؟ وتعاود ترمي. هذا الاتيلي نتاعنا اللي نخدموا فيه الاشغال كليكا من الالعاب لكل ما هو يتبع الخشب. نحب نحكي كلمه صغيره على المشروع اللي قام به خويا. راهي كانت حلمه صغيره من معلم جاء بحذاه، فهمتنيش على اساس مش صلحوا مدرسه. اخي سبحان الله، فهمتنيش من حلمه صغيره تفرع المشروع الى عده أحلام أخرى، من الألعاب الجوية للصغيرات، لتصليح المدارس، للطواول نتاع الليسيات، فهمتني؟ بدات تكبر الحلمة. كون في جوكر بارك، طريق معمورة، حي الرياض، بن خيار، ولاية نابل، ينجموا يجيو يلعبوا
وكما قلنا ينجموا يشريوا زاد الالعاب هذوما، وان شاء الله الدوله ترى المشروع هذايا وتستبنى الفكره نتاعنا. كما كنتوا تشاهدوا حاجه فريده من نوعها مش موجوده في تونس، تنجموا تمشيوا ونعاود نفكر في بني خيار طريق المعموره من ولايه نابل، تنجموا تمشيوا من البلايص الكل مش كان جماعه الكابون، امشيوا خليوا اولادكم ينميوا قدراتهم. دونك الانواع هذه من الالعاب هي تعاون الطفل على التركيز، التطوير، البحث، وباش يتعلموا زاده في نفس الوقت تعلمهم هذا الكل. وان شاء الله نشوفوهم زاده انواع الالعاب هذه في دور الشباب، دور الثقافة، كيف كيف زادة ما نحكيش كان على الأماكن العمومية، نحكي على المؤسسات العمومية، نحكي حتى على المؤسسات الخاصة. راكم تنجموا تمشيوا للبرناس، تمشيوا وتشريوا الألعاب هذه، خطر موجود منها زادة كيف كيف للبيع اللي يحب يشري، وإلا يحب يمشي لسباس غاديك يتفرهد ويلعب سور بلاس، وإلا أصحاب المؤسسات اللي يحبوا يطوروا في مؤسساتهم ويشريوا الألعاب هذه، تنجموا تكلموهم على 22-200-060 وإلا 72-228-212. فيها وصحيح باش نحكيو على التحاير على مواقع التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا مرة دريت. أهلا وسهلا ميسا. اليوم حبيت نحل باب مسكوت عليه، حبيت هكا نكشف بعض الحقائق على الفونت اون ليني وعلى التحايل والغش اللي قاعده تصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولهنا جوست نحب نعمل هكا ملاحظه انه راهو كلامي اليوم ماهوش موجه للناس اللي عندها بوتيكات ولا مكاتب ولا مقرات واللي هما قاعدين يخلصوا في الاداءات وماخذين تراخيص من الدوله. هذوما الناس تحب تكبر في التجاره نتاعها، تحب توسع في التجاره نتاعها على كامل تراب الجمهوريه. أنا كلامي موجه للناس اللي يجي يعمل فيسبوك، كونت فيسبوك ولا كونت انستغرام، يحط لوجو، تصويرة مزيانة ونمرو تليفون، تكمندي حاجة تجيك حاجة أخرى، يخسر عليك كان بلوك. فما حاجة أخرى ميسا نحب نشير لزوز نقاط، فما زادة اليوم ناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي قاعدين يستقطبوا في الشباب اللي هما يحلموا بالسفر الدول الخليج، الكندا وغيره، وقاعدين يعرفوا برواحهم على أساس وسطاء تسفير، يطلبوا عليك مبلغ مالي، مبلغ يعني ماهوش شوية، بين 5 و6 ملايين على أساس باش يقوموا بإجراءات سفر وكل الوراق والحاجات هذوكم. من بعد كيف كيف يخسر عليك بلوك، تمشي للمقر تلقاه مش موجود، خاطر هو اليوم كما نقولوا احنا يستقطبوا 10-15-12 اليوم يحل في البلاصة هذية، بعد يمشي الولاية أخرى المعتمدية أخرى وهكذا. كيف كيف فما دي سنتر دابيل يستقطبوا في الشباب وقاعدين يستهدفوا في الفئة من 19-23 سنة لزيتوديان، كيف كيف يخدموا شهر كامل، من بعد كتمشي باش تاخو شهريتك وبيان باش تكمل تخدم على روحك، تلقى السنتر ماهوش موجود، الماتريال ماهوش موجود، وكهو كالعادة فهمتي تنقلوا من بلاصة لبلاصة. دونك ليمي موجه للمتحايدين هذوكم. وكيف كيف ميسا كيما العادة فما مشاهير خرجوا وحكيوا أنهم تعرضوا لعملية التحايل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيف كيف الغشة وغيره وغيره. نشوفوا مع بعضنا أول إكستخي. توا مسك خديت ليزاناليز نتاعي، تأكدت لي هو من البرودوي اللي حكيت لكم عليه. هذاك علاش ديجا طوبات كنت نزرق في الكورتيكويد، هذاك علاش سايب باش نقدم القضيه، معناتها ديجا حكيت مع الافوكا باش نقدم القضيه اوفيسيلمون، وبيانتو باش نقول لكم على البرودوي. راه مش خليها هكاك الحكايه، معناها مش خليها توفى هكاك، زعما هانا حكينا وكهو باش نهبط لكم البرودوي، جوست خلينا معناتها مع الافوكا هو باش يقول لي شنو باش نعمل بالضبط. هذا اللي صار مع الفنانة آمنة فاخر، وعملت وقتها بوليميك كبيرة الفيديو اللي هبطتها آمنة. سون كومنتير، ما عنديش حتى تعليق، خاطر شركة تجميل هذه شركة كبيرة و ديجا معروفة على الاخر. دونك نمشيو فما انا بيجي صارت عليا وما شريتهمش. اي فما مرة مستشار جاي عمل اشهار وما جبتوش انا، معناها جاي عمل اشهار في برنامجي عن طريق شكون، اعطاني كادو استعملته، صبحت وجهي كله حب كله. دونك بالحق معناه موجود منه هذا، موجود فما شكون اللي يشكي شكون لا شكون تختلف. آمنة فاخر شكيت آمنة فاخر ويعطيها الصحة اللي هي شكيت.
نشوفوا الاكستري ثاني نتاع الزميله صابرين معاويه. عمني وتعرضت للتحايل من عند انستغرامرز. دونك انا تعرضت للتحايل من عند محامي، مره من محامي ومره من عند انستغرامرز. وقت عاملين لي جو كونكور قبل ما يبدا ليميسيون، قلت انا بوركوا با باش خاطرني مانيش انستغرامرز وما نعرفش نخدمه، قلت باش نعلي في الكونت انستغرام تاعي زوز ملايين يطلعوا فيك. وهاني انا نقولها خاطر انا جربت هذاك، علاش الناس اللي تتفرج لي جون ولا يقولوا لهم هما كاصحاب المشاريع راهو اعملوا سبونسورينغ وما تمشيوش لي جو كونكور على خاطرهم فيك ودفعت فلوس وطلعوا كلهم فيك ويضر حتى الانستغرام تاعك بعد يتيح. دونك سي بور سيت ريزون هي هما زوز مع بعضهم يخدموا الكل. انا ننصحهم من الكل، انا تعرضت للتحايل في الحكايه هذيا، انا مش شويه زوز ملايين باش ياخذوا هكاك فلوس لعباد وفي الاخر يطلعوا فيك وينجموا يضروا لك الكونت انستغرام تاعك. تشريهم فيك قداش يطلعوا؟ ميم با 200 300000. ايوه صابرين معاوي. انا كنت باش يعني بالحق انا حبيت هكا نكبر الانستغرام تاعي وكنت باش نمشي في التوجه هذا، بعد كلام صابرين بطلت. لا كلهم فيك. بطلت صراحه. نمشي توا فما صار ديغنييغمون بوليميك بين ضحى العريبي، مشكلة صارت بين ضحى العريبي ومرأة عندها سنتر متاع استيتشيك، وين صارت مفاهمة بيناتهم باش تعمل لها بيبليسيتي. ضحى العريبي خذت 3 ملايين من عند المرأة هذية لكنها أخلت بالاتفاق. وصارت مشكلة كبيرة عليها الجمعة اللي فاتت، عندها توا يعني أي جمعة اللي فاتت صارت مشكلة كبيرة وبوليميك كبيرة زادة، وهذا زادة نوع من أنواع التحايل. لا بالك رجعت لها فلوس. لا ما رجعت لهاش. هذيك علاش يمكن عندها مانع. هي المرأة ديجا موجودين وبعد ترجع لها فلوس. موجودين لي كابتور، موجودين لي فوكو نتاع المرأة، فهمت هذيك علاش هي يعني المرأة خرجت الميساجات وكل شيء، على خاطر التوا عندها برشا الحكاية والتوا تستنى في الستوري يعني اللي باش تهبطهم ضحى، لكن ضحى ما هبطت حتى شيء، جو كخوا هبطت كان ستوري واحدة، وقت اللي هي المفاهمة ما كانتش هكاكا. والفلوس خذيتهم. بالضبط. دونك عندنا ليكستري الرابع، ميسا نعرفوا اللي توا فما يعني صناع محتوى مختصين في الماكله، يقيموا الماكله، يعطيونا دي بون بلان وغيره، دونك نشوفوا راي كريم الغربي فيما يخص هذا. موتزاريلا في حقه، والفريت طيب مليح، الفريت يلمع كالذهب، والشيف كيما تشوفوا يلبس جواندوات. الديستيناسيون هذه في العوينه ننصحكم به، هذا الريل اللي شفته اليوم ومشيت للريستورون يحكي عليه، حس في الفلفل طلع لي الجريجبي، ريستورون بالصف، وكيما ترى عمده دوما تدخل يفرح بالكليونيت ويغسل يديه 3 مرات في اللافابو، تربحك، بصارني لا تربحك، اشتيك دبو يعطيكم سخط، حاشا اللي ما يستاهلش. الموتزاريلا في حقها موتزاريلا عربي، وشوفوا الكونتيتي وشوفوا المحمى فروم كيفاش يذوب في الساندويتش، ذاب في كل شيء لتربحك، كل شيء خدمة تشتكي لبو يعطيك بسخت. كريم الغربي هكا لخص في هي بطريقة هي هكا بطريقة هكا فكاهية، ما صحيح ماهوش غلط. صحيح كريم. صحيح صحيح الصحيح كريم عطا. دونك الظاهرة هذه موجود موجودة. حبيت ننوع هنا شوية خاطر هذه كله يعني هذوما الكل يعني نوع من أنواع التحايل. واضح. شكرا لك مروة، يعطيك الصحة، كانت هذه هاو صحيح. وتوا مش نستقبلوا واحد من أشهر الشعراء الغنائيين حاتم الجيزاني، أهلا وسهلا. مرحبا سلامة، مرحبا بيك بكل المشاهدين ونفسك. مرحبا. يعيش حاتم الجريء والمشاغب. والله الصريح أكثر منها. باهي قلت أنا من أهم الشعراء في البلاد نقولوا في تونس. مهنتك اليوم تحسها مهدة بالاندثار؟ سي ريسكي. خدمة الشعر والملحن في تونس فيها برشا ريسك. تنجم أنت السوق يتحكم فيك ساعات، تعرف أنت مثلا في المستجدات اللي كانوا قبل على الأقل فما شركات كاسات سي دي كانوا يصرفوا على ينجم على المطربين وكل. يظل غيابها اثر شويه على نسق الانتاج، وبالطبيعه هذا ياثر على عطائنا نحن. معناتها سي ريسكي. تخاف اليوم انك تكمل فقير، معناتها عاش ما كسب مات ما خلى. انا تو جي با لو شوا، معناها تو باش نكمل ما عنديش الاختيار. خاطر تو عمري في الفن فما 38 سنه. انا بديت خمسه معناها 85 ولا 39 سنه.
أنا والفن حياة قبل ما يكون مهنة، ما نجمش نبعد عن الفن. وفقر؟ ولا بلغت أنا في الكلام؟ المشاكل المادية تصير، تصير. أنا آخر مرة بعت كرهبتي على معناها وقت الكورونا وغيره، ما لقيناش حتى على الآخر بعت كرهبة وكاو وتوصل الثنية لروحك. بورتو أنا أستاذ عربية مانيش مباشر، حبيت نتفرغ للفن وكل، لكن يمكن الأمور التنظيمية في تونس ماهيش ماشية عندها برشا. على مستوى أما توصل تبيع كرهبتك باش تعيش مش حاجة سهلة. مش حاجة سهلة ولا. هذا ورغم ذلك باش تصحيح. كما قلت لك ما عنديش الاختيار. مواصل في الاتجاه هذايا، دونك اليوم نحس اللي العصر تغير شوية. أنت مازلت محافظ ولا طورت شوية من روحك؟ هي شوف الكتابة الأغنية أو اللهجة، وسامحني على صوتي مفحاح. لا مريق الصوت. أي بي. تحس اللهجة هي كائن كائن اجتماعي متطور. وانا عشت الفتره كتبت النعمه عمري 18 كتبت النجات اغانيه خاف عليك ونفس الكلام وطيل حم مجروح وانت ماشي لصرخه مرونه بصيد الريم. المهم تحس اللي كونك انت بيتك لازم تطور حتى في كتابتك في الحانك. فما اغنيه طولها 17 دقيقه تو الاغنيه اذا كانت فوت 4 دقائق يقول لك تولي ملحمه هذه. طورت انت؟ انا حسيت روحي تطورت في كتابتي تطورت بيان سير. في كتابتك تطورت خاطر الشباب ما يروقوا لهمش الشارك حسب ما نعرف. الشباب كلش اللي رابور عندهم لون اخر عندهم نمط اخر. وزملائك الشعراء؟ زملائي الشعراء نو بالعكس. يحبوك الكل ويحبوا شارك؟ مش مطالبين مش يحبوني. نحكيو على كتاباتك على شارك. ينافسوني. ينافسوني ولا ينافسهم في طار معناها منافسه شريفه. خاطر الشاعره مريم الدالي معايا انا قالت حاتم الجيزاني فاش باش يعجبني كشاعر؟ ما يعجبنيش برشا الحقيقه، انا نحب شاعر يجيب معاني جديده وهو قديم عنده برشا. هذا اللي قالته مريم الدالي. ما سمعتهاش اول مره نسمع كي تحس ان الكلام ماهوش دقيق. مش دقيق. مش دقيق. تحس انا عايشت الاغنيه التونسيه كما قلنا من نوري بلون نسمع فيها. كيفاش مش دقيق؟ معناتها وكلامها واضح. ليه شارك قديم قالت لك. ليه التطور نو قديم شنو راتني نقول ما نعرفش فما كلام قديم مثلا نقولوا نحن يا محبوبي ولا كلمه يا ولفي مثلا كلمات مصطلحات الصور محلاك محلى وجهك كيف القمر القمر الكره نقب ما عادش فيها حتى كل واحد تقول له محلاك محلى وجهك كانه وجهه بالجدري معناها حاشي. مال علاش قالت التطور كيفاش؟ التطور على مستوى بناء الصوره على مستوى التركيبه على مستوى الاوزان الشعريه فما فما تحترم رايها؟ ما نحترموش خاطر الراي نتاع ما تحترموش اي انسانه جاهله بالظروف اللي نحن كتبنا فيها واللي طورنا فيها هي تقنيا هي ديجا ما نعرفهاش في الشعر الغنائي مثلا. اما الشعر الغنائي عنده تقنيات خاصه به عنده صور خاصه به عنده اسلوب خاص به يختلف على الشعر الملقى او المدون. اذا كان هي انا ما نعرفش اسمها. لكن لا كيفاش؟ مريم الدالي شاعره مؤثره فيديوهاتها عاملين ملايين نسب مشاهده على الفيسبوك على انستغرام على اليوتيوب على تيك توك. ايش بيه؟ قولها تكتك على روحك. تكتك على روحك. قولها تكتك على روحك. متاكده اللي انت تعرف؟ صدقني والله كان عارف نقول لك. لا ما عنديش الحكايه دي. زعما شنو غير الانسان اذا ما تعرفهاش مقصر معناها انت ماكش قاعد تتبع. انا عندي ماكش مواكب كلامها صحيح معناها. ليه؟ ماكش طلعت ماكش مواكب في الشعر ماكش مواكب في الحكايه. قول انا ليه بروحي ليه بروحي ليه بميداني واموري معناها. ميدانك هذا ميدانك. ليه شعر هي. لا شعر يختلف انا نتبع شعر انا نعرف شكون نحضر نعرف فما اسماء معينين نحضر لهم. من ايام فما جينيراسيون جديده طالعه زي لازمك تتبع اكيد تتوجه للدعوه انا نحضر بيان سير من انجح معناتها ما ليه هي ربي يوفقها اما كما قلنا معناتها اطلاق مثل هذه الاحكام بعد 700 اغنيه تقول ما تطورش ما نعرفش على شنو استندت او ركزت باش هي تقول قل لها فصل مثالش على مستوى بناء الصوره على مستوى المواضيع على مستوى فانا بالعكس اكثر انسان جدد في المواضيع. مثلا ينجم يجي شكون يقول لك انت ما كتبتش حاجه في السنوات هذه اللي ضربت عند الناس اللي قاعدين مثلا الناس تردد فيها تحكي عليها حتى كان ما تحفظش تحكي عليها. باهي قبل ما نقول انت قداش من قصيده يحفظوها لك العبيد انا عندي مئات القصائد والاغاني جات عبر القنوات الغنائيه وتعرفت في تونس وخارج تونس. على الاقل احترم حاتم الجيزاني في تجربته، ثم كي تجي تحكم
احكم فصل فصل قول مثلا فيش ما تطورش فيش ما كذا في طرح المواضيع في بناء الصوره في الموازين المستعمله هذا من ناحيه ناحيه ثانيه فما سبريه عقليه وقيم فنيه تبدلت تو سورتو في العشر سنين الاخرانيين انت ترى فيه الشاب اللي عمره 10 سنين تو 20 سنه شنو حواله تبدلت برشا حاجات على مستوى فني على مستوى كذا ظهور الراب وجود الراب هو كان نمط ما نجمش نقول لك ريسبكتي ولا غيره هو موجود بالقوه هو معناها نمط عالمي يمكن هذاك زاد شويه خذا الشباب نتاعنا اكثر للسهل الممتنع او السهل ممكن الممكن ما نقولوش السهل الممتنع السهل الممكن هذا هو وفي الاخر ديجا على ذكر الراب اليوم 90% من الانتاج راب خلينا نقولوا وحتى الفنانين الوتريين برشا منهم ولاو يكتبوا وحدهم كيفاش تراها الظاهره هذه هي ظاهرة ما نقولش ماهيش ظاهرة معناها تنجم تهدد الأغنية الوترية لكن الأغنية الوترية لا ظاهرة الفنانين اللي يكتبوا وحدهم اللي يكتبوا وحدهم اش نقول؟ أنا نمل بالاختصاص أنا في بالك وقت عديت قبل في نجوم الغد عديت بالغناء أنا جاب التقطيع نتاعي مكتوب عليه مطرب خاطر الشعر ما عندوش وظيفة واضحة على مستوى إداري معناها أي لكن اليوم نحكي كشاعر وهي مهنتك أنت فوالا أنا يقلقك هذا ممكن يقطع لك خبزتك يمكن على مستوى الواحد اما شنو مانيش حتى حد يقطع خبزت واحد انا شنو نقول انا غيرتي اكثرها الغيره الغيره على الميدان معناها الاغنيه الوتريه اللي عندنا برشا اصوات تحفونا الراب يوم كل يوم معناها الفنانين الوتريين ما عادش تقنعوهم انتوما الشعراء الموجودين حاليا ولا يكتبوا وحدهم لا يزور يهم مع شتف اي كي داخل يده داخل يده مكتوب ويحلها يحلها ما عادش تخرج. معناها اليوم فنان تونسي متقشف ما يحبش يدفع للشاعر ما يحبش يخلص الشاعر ما يخلص الشاعر علاش يقول لك خاطر التلفزيات والقنوات خاصة الخاصة معناها الإذاعية والمحطات التلفزية ايش يقول لك يكون على باش على باش كيفاش مثلا الأغنية أنا برشا مثلا هو غاني معناها في الجينيريك تاع مسلسلات وتيت مسلسل ولا زوز في آخر لحظة نكتب ونحضر الدنيا ونعمل كونترا والكل وبعد في الآخر المنتج يظهر له باش يعمل أغنية راب صارت لي في ولاد مفيدة ولاد مفيدة مثلا صارت لي في ليجن او كاترين هذا هو نقول انا نتفهم هذا نقول شنو اللي ضرب ضرب الراب يهم المحطة هي تجارية اساسا ومن حقها سي ليجيتيم نقول يمكن يقول اقرب الراب اي اما مش موضوعي انا راب موضوع الفنانين اللي يكتبوا وحدهم مثلا نور شيبة خرج ديوان في الشعر الغنائي الحي يروح قريتو؟ لا ما قريتوش مازلت ما قابلتش نور هو استدعاني وانا وتتني وقتها في قليبي يظهر اما كلمته بالطبيعه واتصلنا بعضنا كل شيء علاش ما مشيتش موقف منك؟ لا ابدا نور خويا وقعدنا يعني مربي معناها قعدنا متحيرين عليه لكن ما واتتش الفرصه وديجا في باله وقلت له يعطيك الصحه الكل وما عرفتش شكون باش يحضر ولا شكون المهم اعطيني انا كانوا احتفاء بخروج نور من السجن نور ما بعمر الادعاء كانوا يكتب اللون انا ديجا عمل له سته ولا سبعه اغاني اذا كان قبل روى كتب الروح وحده يمكن عنده مجموعة أفكار أو نعتبرها أنا انسياب حر للأحاسيس في فترة متاع ضيق فقط معناه معناه اللي أنا قلته هو ما ادعاش هو ما ادعاش كانوا قلت لك ديوان في الشهر الغنائي أنا لا هي الفكرة كبيرة شوية عليه هي لا مش حكيت كبيرة مو حكيت اختصاص هو بيدو ما ادعاش كانوا يكتب الشعر أنا نعتبرها كما قلنا نعتبرها خواطر أما صادقة كوا خان ناخذوا خاطرة من الخواطر توا مثلا قصيدة يا بياع الكوكايين يا بياع الكوكايين هالكذب جابوه منين يا رب العالمين لجهنم راهم ماشيين يا اللي بكيتوا العينين أمي مريضة وبابا حزين يا محكمة الفيسبوك هاني في الحبس زجين شنو رايك؟ مو الشعر هو كما قلت لك انسياب حر للاحاسيس بطريقته الخاصه بامكانياته حتى بإلقائي انا باقي ما عجبكش عجبني إلقائك انت إلقائي انا خير من كتيبة نور شيبة توا باش تعطيني عدد على عشرة في فقرة عدد على عشرة به كل مرة باش نعدي لك اكستري فنان هو اللي كتب كلمات الاغنية نتاعو باهي هو اللي فك لك الخبزة
2023 حقق 36 مليون مشاهدة على يوتيوب. إذا على 10 نحكيو ديما في الكلمات بيان سور باش ما نقولش سي بارفي نعطيه 9 9 مرتضى نحبه محلاه هو اختيارات حلوه عنده فما 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 اختيارات محلاها كلامه هكا سلس وسبونتاني عليه بيان سور. شيرين النجمي حلوي هذه شيرين اللجمي كلماتها ألحانها وإخراج الكليب هي زيد. أوكي. شكون بون على 10 ما تبعتش ياسر الكلام معناها باش نعطي حكم بالطبيعة. علاش ما تبعتش ريتك منتبه؟ لا حسيت قاعد نثبت كتبت بالمصري يظل يعني. أه. شرقي. شاي مش شرقي مش أغنية تونسية. أه شرقي ما فهمتش الحكاية. ما فهمت حتى شيء. لا لا اسكو معناها هي تونسية. والأغنية التونسية ما هي تو قاعدة المنطقة تسيبلي في العالم العربي ونعرفوا الفترة الأخرى شيرين اللجمي أي قاعدة 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 تخرج لبرا من حقها لا نحكي أعطيني الكلمات الكلمات بوسك ما سمعتش ياسر الكلام فهمتوش ما فهمتش بالحق الأغنية في اللي سمعته أنك ما فهمتوش حكم شيرين عندي فيها ثقة عندي فيها ثقة تبلى تغني تبارك الله عليها هذه مجاملة أعطيني في اللي سمعته على 10 على مستوى الغناء نعرف شيرين تغني لا لا كل الكلمات ما نجمش نشجعها برشا على الكلمات أعطيني رقم 5 ميساج تشجيع معدل قد قد آه. حسين دوس على 10 سمعتوا برشا اغاني انا تجربه حلوه قاعد يحس روحه يكتب معناها حاجه تشبه له الاتموسفير نتاع الاغنيه كله حلو محلاه نجم نقول انا شنو الحاجه برك اللي هي كونك نتبع ما هو ديما نغيره نحن الشعراء على القافيه على الميزان على كيفاش سغيم ولا لا كذا تو ساعات ينجم يكتب لك اغنيه كيما تو سمعت مثلا نجم القوافي ما تمشيش مع بعض معناها تكنيكمون نحكي. آه. اما كي تشوفها تسمعها الكل تعجبك اغنيه اوكي كاو. اي اوكي على 10 قدام. كيف كيف حسين نعطيه بون نعطيه ويت. ويت. اي ويت سوديس. اه شيرين 5 هو 8 معناها ايش كان شيرين. اي شيرين ميساج تو نعوض هذا مش مشكلة. تعوض هذا. ايمان الشريف على راسي ريشة. على راسي ريشة اي نعم على راسي ريشة اي نعم. كلماتها وألحانها على راسي ريشة أعطيني على الكلمات على 10 أي ذامرة ما بسيطة وكاو بسيطة أي بسيطة أي مش كتابتها بسيطة أما هي حاجة تهب بميساج تحب توصله كاو الكتابة أي. يعني الكتابة بسيطة الكتابة أي أي بس كيمان صحيبتي نعطيها ثمن لا يعني خاطر عندك خدمة معها يا نو طولي ولا لا شيء معها أما لا فاهم الظروف اللي كتبتها فيها اوكي علاش على الاقل ناخذ نخلي الجانب الشعري اللي يسمع ما يهموش في الظروف نعم نعم وفي في صحبتكم وفي اعطيني رقم صحيح معناها كغناء كبناء ككلمات وكل نجم نعطي 7 به كل ما نزيد شويه تزيد تنقص واحد 7 به خليوا لها 7 نمشيو محمد الجبالي عامل فيها صاحبي عامل فيها صاحبي كلمة
على 10؟ محمد 9. 9 على 10. محمد عنده تجارب الكتابة من قبل حتى هو مازال صغير وكل. تمكن من التقنيات، نجم نقولوا إلى حد كبير ناجح في الحكاية دي. يعني هو من أفضل الفنانين اللي وفقوا ما بين الكتابة والعمل. عندك هو عندك شكر بوزيان. كيف كيف زاد عنده تجربة حلوة معناها. شكون نتذكر يا أخي؟ فما اللي منهم. محمد عنده برشا تجربة غني مثلا ديو هو نجاة عطية كاتبه هو ولحن هو. سيلم هاف نتفرجوا. في يدي نغزر لثقف في البيت وامي تقول لي عايش وليدي راك شي مكليد الالوان اثبالت في عيني من اللي انت مشيت نتذكر اللي صار الكل افكار تمشي وتزيد حبيت ننساك وشي ما نسيت الراك في كل قطعة من البيت مشيت تقول شي ما حسيت عمرك ما حبي 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 والله عمرك ما حبي حبيت سينمها على 10 أول مرة نسمعها صدق على 10. ستة. 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 كيفاش هذه أغنية معناها غنيتها في مسارح كبار يحفظها زي الجمهور التونسي معناتها في تونس وخارج تونس غنيتها ولقات صدى كبير برشا. رقم ذولي شوية. راهي ولات الحكيمة شوية على شو الحكيمة ما يسمعش ولات قيمة الأغنية ولات كيفاش واحد يخدم أغنيته على مستوى التسويق. هذا هو معناها ولات نجاح الأغنية. تسمع بوحد عام 60 مش كل ما سمعها حد راهو اللي يسمعها سمع مرتين ثلاثه ولا الشركات تعرف كيفاش تخدم وكا لا لا حاجه حلوه وكلمات حلوه زاده هو زاده عندي ذوق معين في الكلمات نحب نراها انا وكا واضح معناها سيلم هاف عجبك وعجبك حبيت عجبتك اكثر من حلم الامال مثلوثي هكا هي اللي فما فنانين ينصبوا في الحان لهم هما وكلمات لهم هما واغاني لهم هما وهي تبدا مش اغانيهم والله قريتها برشا مرات تحكي وساعات كيما شكون نرجعوش لقليموت وكبار الحومه اخر مره والله هيك مره انا وياك قاعدين نحكيوا كي بك على الكوليس على حكايه الكذيب هذه ولا الادعاءات يا سيدي نحيو كلمه كذب الواحد يلطفها شويه مسير اخر مره سمعت مثلا مصطفى عبله بجهل الله يحب يسمعني اللهم عمرك 120 سنة اللهم تغني دخلت في الواحد في الباتريمون ودخلت في الواحد أنا لحنتها تغني على الأقل عمرها على ما أتذكر أنا وعلى ما قال لي حبوبة ما أنا جات فترة كي قربنا شوية لبعضنا وكل على الأقل غنية عمرها 90 سنة ولا 100 معناها بجهل يحب يسمعني بيه شكون كتبها ما تفهم شيء معناها اللي قالوا منصف عبله مع على الشابي غلط مش غلط كذب كبيره الكلمه نقولوا صدقني شوف ما فهمش علاش غير الحقيقه ميسه شوف الفتره العشر سنين الاخرين هذوم فما برشا خلط ولا معناها يتعدى لك واحد مره واثنين وثلاثه ويقول لك مجموعه حقائق معناها مجموعه معلومات افيك لو طون في غياب الناس بالرسم اللي هما ثقات والناس اللي يعطيو الحقائق ويعطيو التاريخ صحيح ولات هذيك الحقيقه هذيك الحقيقه انسان ما يقولش الصدق عندي انا يكذب فرانسيتو طبعا على ما وضيع على مسؤوليتي انا الكلمه خاصه الكلمه اللي نستعملها الكذب في المهاره ومسيرج نمشيو الحوار الصراحه في حوار صراحه باش نعطيك صور وانت باش تختار باهي نبداو الصوره الاولى صابر باي نجاة عطيه شكون اقرب لك نجاة
نجات عطيه قرب بورتون صابر خدمت معاه انت تعرف 35 اغنيه خاطر معنا جات عملت نجاحات مع صابر كيف كيف زاد فما نجاحات شكون فيهم اللي ثمن مجهودك اكثر من الزوز نجات هي تثمن مجهودك اكثر بورتون نجات يظل صابر ذكرك زاد في العديد من المحطات اللي تعدى فيها اللي خاصه العربيه اللي ريتها انا معنا اللي تبعته وانا ما ريتش حاجه كبيره مش معناها تركيز شيء يسيب اموره كذا ويحكي على حد حاتم عنده 35 اغنيه معاه حق معنوي هو عادي حق معنوي ملو حاتم مساهم في نجاحات صابر حتى كما قلت لك بنسبه 20 30 ثانيه 20 30 كهو يس في برك حتى خدمة مع برشا شعراء تعفونيين وملحنين وكذا مازلت متغش عليه؟ اي باب نعرفش غش نتاع خاطر العشره تغلب اكثر اما غش نتاع نوعا ما من التجاوز ساعات نحس فما حاجات فيهم تجاوز هذاك اللي غشش يكلمك يحب يعمل اغنيه تو تقول له ليه؟ علي المولى كلم فيا تو ما نعرفش كلم فيا ملتزم ملتزم صابر ولا اللي اشياء اخرى او ممكن اللي باش يريد نفوس هي مش مع صارت عركه كبيره علي المولى يكلم فيك وانت ماكش تجاوب فيه؟ لا لا نهز عليه ونحكي مع بعضنا اصحاب بعض صابر ما فهمش اتصال اما كيما قلت لك اخر مره هذيك الحكايه مع تقبل تعامل ولا يعني سؤال؟ ايه نقبل بيان سور صابر تقبل تعامل توا تقبل فما حتى مشكل كي تنح سبب الخلاف ما عندي حتى مشكله صابر المده اللي فاتت تنازل الوائل الكفوري باش يغني صرخه عمله تنازل من حقه هذا ولا؟ حسب ما وصلت وحسب ما انا مشاورت بعض الناس اكثر مني في القانون وكل قال لي كون الاغنيه ساعه والحاجه ما تبيعش، الاغنيه يقع ترخيص للمطرب باش يغنيها. هو نجيك انا اخطا القانون اخطا كل شيء، صابر اذا كان قال كما نقولوا يا حاتم بعد اذنك راني شاهي شهوه نحب نديرها. الشهوه كون نعطي الوالد الكفوري، الوالد الكفوري زاد فنان كبير انا شرف لي. هو ما كلمكش. على الاقل اذكر محمد عليم الله يرحمه اذكر حاتم الجيزاني وقتها وقول لي اذا كان حاتم يسمح قدر عندي حق أدبي. يعني مش من حقه اللي عامله هو مش من حقه نجم نطالب يعني اليوم انت تنجم تمنع وائل الكفوري باش يغني صح باش يغني فوالا انا نحب ما ومش تمنع وائل الكفوري قلت لك اول حاجه شرف لي يغني لي وائل الكفوري لكن الطريقه اللي صارت بها معناها كان انا كان عفس على حقي الادبي انا يا سيدي ونمشي لك حاجه اخرى نحب ميسه تغني لي انا اخوي ما نحبش يقريق يغني لي زاد انا حر انا عطيتها لك انت الاغنيه ما عطيتهاش ليه هذا هو هذه الخلاف الظريف راه مش معناها حاجه اخرى كوني انا باش نكسر له بخاطره وهو شتا حاجه باش نحيي له نو يحب يغنيها فما ربيع الزموري مثلا رفع قضيه ضد صابر الرباعي في نفس الاطار طالب حقوقه في خط في استغلال اغنيه سايد الريم المعروفه بالطبيعه مثلا وافقوا في الخطوه اللي مشى فيها مش تو هذاك اللي دروا وكذا وجماعه واللي زكتور نتاع شوف اللي حل يحبوا يوليو عندهم لي دروا فوازا وتخلنا في كلمه مع هذيك شوف ايش نقول لك ربيع انا نقول له ربيع ميساج ربيع المتربي ربيع الفنان الكبير وكتبت معاه برشا مسلسلات انت مش وقت تو طلبات 2008 باش نقعد نطالب في صابر اعطيني هذيك اللي دروا دكتور ساعه قبل كل شيء دروا دكتور نتاع مساكن لنا معناها اي حقه ولا مش حقه واضحه المساله انا والله الرافض من الجانب الاخلاقي اخلاقيا انت ضد اخلاقيا ضد علاش 2008 سيد الريم عنده 16 سنه وربيع انت لميت الاغاني نتاعك الكل نتاع الجينيريك منهم عندي انا منهم خمسه ولا سته اعطوك دعم عملت في الاوبيرا يظل في رمضان وقتها خذيت كارتاج صبر يس سيد الريم وقت ذاك تحكي انت على عرض نوستالجيا في كارتاج باهي هوني قانونيا يعني معاه ولا ضد اللي عام عنده حق قانونيا عنده اللي اي بيزي. اخلاقيا انت لا اخلاقيا ما تحبش ماذا بيا انا صارت لي برشا مظالم في الحكايه ذي ما عملوش القضاء معناها باهي نجات عطيه قاعده تحضر في العوده نتاعها تشجعها على العوده للساحه الفنيه صدعتني مشيت بحذاها وبالتليفون ديما باتصال ويمكن لقب سيده الطرب العربي لا نجات من احسن الاصوات العربيه بارك الله على لقبنا كي تستحقوا تستاهل ونص والله نجات فنانه كبيره لو كان انت تعطيها لقب فني دلولتنا دلولتنا خلينا في سيده الطرب اقوى كتبت لها
وتعاملت معها برشا زادة كيف مثلا أخاف عليك زادة كتبت لها فما برشا تعاملات اليوم شنو اللي خلي نجاة تقول على حاتم الجيزاني ما عنده حتى مبدأ في الحياة غاضني مسكين حالته الفنية اتسخف هذا تصريح جويلية 2015 على موزايك اف ام وجعك كلامها؟ اي وجعني وبعد؟ من بعد رجعنا أصحاب واتصلت بيا وكل شيء هي تغشت في مغنية مشيت لمن الشريف وانا روى انا السبب كيفاش وقت الغنية اعطيتها فيها كلمة نجيت وقتها 8 شهور عديتهم تحضر في اغاني نتاعها المصرية كان ذكر فما جبت 10 اغاني مصرية كي انا جيت ثلاث في الحكاية هذيك و8 شهور ما صارش تسجيل نتاع الغنية والمفاهمة يمكن انا فهمت كون نجيت ما عادش عينها فيها طلبتها ايمان الشريف اعطيتها هي تغشت في الجانب هذاك اعتذرت منك بعد؟ ليه بعد طليت عليها واعتذرت وكل شيء. انت اعتذرت؟ لا لا هي اعتذرت ومشيت بعدها اما انا روى حكيت الماديه وعنده وهو ما يلقط فيه خبزه ولا باش يعيش. قالت ما عنده حتى مبدا في الحياه. مبدا يمكن على الكلمه اعتبرتها ما عنديش مبدا. انت بعت الغنايه مره اخرى. مش مره اخرى ما تفهمنيش اصلا بالغنايه. قلت لك يا عمت 10 اغاني مصريه بركش استغنيت عليها. وليتك طلبتها ايمان غني ما المهم اليوم متسامحين اصدقاء متسامحين نجيت هذيك عندي فيديو الهيكل عالي تفرج معي كيفاش اقنعت حاتم الجيزاني انه يكتب لك اغنيه ولا يلحن لك اغنيه؟ اي تصدق اليوم اللي هو كلمني باش يعمل معي اغنيه حاتم الجيزاني هو اللي اتصل بيك باش يعمل لك اغنيه كيفاش صار؟ كونتاكتني على فيسبوك قال لي عندي اغنيه تمشي معك قلت له ابعث لي على واتساب ابعث لي كتيبه قال له ما عجبتنيش غنيها لي من بعد كي غنيها لي عجبتني فما كلمات قلت له نبدلهم شويه معناها بعد شويه عليا انا من با جمعه مشينا سجلناها مع بعضنا هذا هيكل علي مع زميله صابرين معاوي في ذا بيك شو على قناه تونسنا قال انت كلمته وانت عرضت عليه خدماتك باش تعملوا الاغنيه المعروفه طبعا ايجا منا ذوق البنت انا ضحكني قال صدقني معناته كانوا حاضر عرف كانوا بعض الكلام هذاك تعرف انا كنت باش نقول عارف استني السؤال هذا باش نقول لك نيكست كويشن اعطيني السؤال اللي بعد لا ما نفرحوش انت كلمته واقترحت عليه قلت له الو هيكل علي عندي غنايه مزيانه ليك نحبك تاخذها من عندي صار هذا ولا اي اشكرك لك حاجه انا ساعه ما نعرفوش بالكل شنو بتعرف بعد جيتك قابلنا روبرت اتصل بيا وكل شيء غادي يتصل انا فانا ما نتصلش شوف يا بيس انا نعطيك اكزامبل ظريف انسان حاجته بحاجه يتصل هو بصاحب الحاجه هذيك باش ياخذ معاه انا نقول ما نكلمش المطربين علاش نقول بك شيء مش حاضر الانتاج مش معناه كونه واحد خير من واحد معناه هيكل علي ما لقى ما يعمل جاب كيكة حاجه من وحي الخيال وقال لي فكره ما زاد برونشي هو في الحكايه هذيك نتاع اي انت موجود يعرفك باش تجاوب ولا يعرفني اما هو اتصل بيا وقلت له مرحبا ما نعرفوش انا بالكل من بعد قال لي نتعدي انت كلمته على الواتساب راهو ينجم يهبط كابتشور واتساب اللي انت كلمته قبل تخاطر قدامك تخاطر قدامك يحط لازم يحط الثمن مش معاش عاد صنعت يعني اليوم اللي كتب صرخة وصيد الريم يكتب إيجا منا ذوق البنا اللي هو توتيه هو أنا قلت شاعر غنائي نعمل حتى الجينيريك بتاع مسلسلات الفكاهي أنا نعمل سبوت بي بي سي تي هو مع كوني عنده ثقة فيا وخلي سي حاتم وكذا واتصل أنا صدقني ما نعرفوش قال لي رانت عديت مع عبد الرزاق الشابي أنا باش نتصل بيك أنا ما نعرفكش بي هو معروف وراه هيكل علي معروف صدق ما نعرفوش هون بيرسون ولا الكوردوني ولا غيره ولا حتى صوته ما عنديش عليه فكره من اصلا كي سمعته الكل قلنا بون وما بيناتنا اغنيه عطيتها له اغلى من صيد الريم اي نقول لك حاجه فما اغاني نكتبها واشهد بهذا نكتبها باش نقعد على قيد الحياه على قيد الكتاب معناها تكتب النوعيه هذه من الاغاني باش تنجم تعيش اما البس كل واحد والبس أو فما البيس كي نكتب المزود ونتحول الى فما اغاني كتبتهم تحشم بهم؟ نعتبرها اغاني فكاهيه تحشم بهم؟ اي مش حاتم الجيزاني هذاك
عملتهم باش نقعد على قيد الكتابه بلا. مثلا في قاعده مع شعراء ماذا بيك ما يجبدوا لكش الموضوع ما يقولوا لكش راك كتبت الغنايه لا خليه يجبدوا بعملها كارت قالش مره مع كنتي ولا مع برشا برامج اي البخوخ كتبتها انا نعم اما نعتبرها غنايه نتاع ولا نتاع زمار نتاع كذا كل جو هذاك التصويره الثانيه لطفي بوشناق ماهر الهمامي ومقداد السيدي هذه الصوره شكون فيهم كان نقيب عطاء اكثر واحد للفن أكثر واحد جاهد رغم اختلافي معاه هو مقداد. كان نقيب. كان نقيب. بوشناق نتذكر شد النقابة والله بوشناق جاء معناها من وقت وعطانا من وقته ومن غيره لكن بعد صارت خلافات كانها فما عقلية لازم نحاربوها داخل الكادر بيدو داخل الهيكل النقابي قبل ما نطالبوا بحقوق البرة فهمت ولا انسحب وانسحب زاد في صامت وبكل هدوء. نجيو مقداد سيلي. يعجبك ملحن يعجبك مطرب يعجبك كنقيب ام اكثر بالطبيعه يعجبني كفنان اكثر مقداد نعتبره يكتب شعر بالحق مقداد السهيلي في لاباس مع نوفل الورداني قال السيد هذا سي الجيزاني من اكبر السراق والمتحايلين في الميدان الموسيقي وانا نعرف ايش نقول الحجه باينه وقانونيه وواضحه ساعه هو عام روحه ملحن وما ملحن حتى شيء كان اربع اغاني هو كاتبها وملحنها وموزعها وبايعها لعدنان شقرون وبايع زوز جمل غنائيه في ايطاليا وايمان يعني اتهمك في الاخر زاده كيف كيف بالسرقه قال انه فما قضيه في التحايل والسرقه وانت اكبر سارق عفوا على حد تعبيره هو عندك قضايا يعني في التحايل والسرقه؟ صدقني كان عنده قال قد وقت بون الخلاف تو انا وياه رجعنا راهو صبا ومشى الخلاف على روح الكل وقتها نعتبر انا قال في حاله انفعاليه او 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 اللي جاه قال له ممكن هو اما كي انت نقيب نورمالمون الوثيقه تغلب الثقه اي حاتم عنده كذا ترى وريني شنو القضايا اللي عنده وهي سببها جاه واحد صحيح عنده الزغاني خلص اغنيه بعد هز زوز اغاني من الاستديو ومشى كلمته هو قلت له لازمك مني ترخيص راه مش هكاك نعطيك الكهرباء باش تجربها تهز المفتاح وتمشي راه كيف كيف الحكايه لازمك ترخيص من عندي هو يظهر له كيك السيد وليت الاغنيه اللي هو مشى بها وما خلص بها بالطبيعه تعاود مش تعاود تبيعها تتنازل معناها تتنازل عليها لحد اخر كي مشاو قالوا له ممكن نفهمها هو كونه انا نبيع انا عندي اكثر من 700 اغنيه فماش ذي اغنيه ما بعد حتى اغنيه مرتي مستحيل اللهم مولاها مش خالص الصوره الثالثه جعفر القاسمي لطفي العبدلي من غير حسابات شكون يضحكك اكثر؟ برغم اكثر واحد تخالفت انا وياه لفتره لطفي العبدلي طبعا لطفي لطفي يضحكك اكثر جعفر مع احترامي ليه ما يضحكنيش بالكل بالكل لا بالكل جعفر القاسمي ما يضحككش بالكل كيفاش؟ ما يعبي في مسارح يعبي الزمار هذاك ما يمشيش معايا انا لا ولا بحب كانه موقف منه والله مش حكيت موقف عندي مواقف منه اخرى اما ليه في التمثيل نفصل بين هذا وهذا راهو لطفي العبدلي عبرت على رغبتك في الصلح معه اي قلت له طولت الحكايه وزاد بعد صالحته ولا لا ما تصالحناش الرغبه موجوده فقط لا ما تصالحناش علاش؟ هكاك ما تنتظر خطوه منه هو؟ انا قلت هو قال نعتذر الزوز نسحبوا الكلام معناه اليوم هاي الكاميرا هو يتفرج فينا وفي الغربه قولوا نعتذر منك لطفي العبدلي لا مش نعتذر منك لطفي العبدلي انا راني جو سوبا رونكوني كل الخلافات نجموا نحيوها زاد هو فما موقف باهي صارت لي مشكله خاصه كلي نوعا ما حب شكون يورطوا في الحكايه يا اخي هو كان بالحق كان معناها متحضر برشا باهي اما لطفي تنسيت اصل المشكله ناصر اما مش حكيت اعتذر اي اعتذر قل له نعتذر منك لطفي العبدلي كان كلمه وجعتك نعتذر على خاطر ميسه وكذا على خاطري انا مش اما لا والله شو ريت تنبك الواحد تنبك المشاكل وكل ريت ضيفنا على كيفنا ديما انا نصفي في القلوب يا لا ان شاء الله ديما محضر خير انت ومحضر خير والله اما لا انا كيما قلت لك قلت لك مانيش ما نحملش معناها الرونكين جعفر القاسمي مثلا هبط عليه تدوينها هذايا في 20 فيفري 2024 ما عندهاش برشا. قلت حين انتقل جعفر من المناجده الى رابعه والله ينصر من صبح وهكذا دواليك وزيدوا احكي له على نزاهه والوطنيه والاعمال الاجتماعيه والانسانيه.
فما اختيار للصورة كما قاعدين نشاهدوا ماهوش بريء حسب ما قاعدين نشوف، حتى طرف عنده صور أحلى برشا من هكا. شنو مشكلتكم مع جعفر؟ أنا مش مشكلتي تو جعفر، هو حالة من الحالات. لكن أنا ديما مشكلتي في الإطار على في إطار فني، كونه إنسان عندك مبدأ راه فما مواقف تتغير سي فري، لكن ما ندعيش وننكر ونفسخ التصاور الكل. إذا كان واحد يحب نذكروه بالحكاية، شوف حكيت النزاهة وحكيت يكون إنسان زعما سبونتاني والكل الكل ونتكيو على الصورة هذيا لجعفر القاسمي. شنو نجمو نفهمو منها؟ اللي نجمو نفهمو منها كونه هذا مثال من الأمثلة اللي خلات نشكل مست الميدان بتاعنا ومست حتى الحالة العامة في البلاد. هي كونه هذاك قلبان الفيستا. جعفر القاسمي يقلب الفيستا؟ اي قلبان فيستا وثلاث أربع مرات. بعد ما أنا ما نجمش نزيد بعد نتفرج فيك نلقى روحي ياسر كيفاش ما فهمتش شنو معناها؟ كان يقول أنا مناضل وتو ولا مع نظام ما فهمتش. لا مثلا نجي أنا نقول نحن فترة زين العابدين بن علي، بعد هذيك يولي كلام آخر، يولي النظام هذاك راهو به وعليه. أنا تو مع رابعة والنهضة والدنيا كل، بعد نولي تنحات النهضة نولي مع حد آخر. يا مانا عمري لا ريتو قال هكا. ليه هذه التسجيلات موجوده؟ انا كي راك هكا شيء معناه يدمي القلب. نحب على الاقل انت مثال شسكت، كان عندك انت مبدا معين ولا نصرت حد، بعد هذاك ما تجيش تعمل. انا ما شفت ناصر حد. شكون ناصر؟ سمي لي. ريت حاله جديده. سمي لي. لا خليها خمسة. بعد النظام السابق شكون نجد جعفر القاسمي؟ انت رابعه شنو؟ اش معناها رابعه؟ رابع هو كونه مشى مع اللي خربوا البلاد. انت عندك تاويلات سياسيه معناها، ونعرفوا جعفر القاسمي ما عنده حتى تواجد سياسي. لا انت ما تعرفش برشا جعفر، خلينا مش في قفص الاتهام تو. اما ذي انا حضرت في بلايص وحضرت في مواقف، وذي شيء معناه يعرفوه مش انا برك. على ذكر التدوينات وتدويناتك برشا، باش نختم باخر تدوينه كتبت نشوفه مع بعضنا. نعرف صحافي في التسعينات كحفي وليد توفيق بالانتقاد والتحقير وقت اللي كان وليد ضارب، وبعد قلت وحافظ لغنياته اللي تقول أي العظمة دي كلها، وللأسف هذا الإشكال والمحسوبية على الإعلام كثروا برشا توا، وتولدوا في زمان حرية التنبير وديمقراطية التحايل والابتزاز. عندك الجرأة أنك تسمي الصحافي؟ لا نساش هو غاب وسمع به زاد شوي الامور تعبه منه، مشي على روحه. يمكن عنده 20 سنه على الاقل ما عادش ينشط. عندي اسم طريقه نتاع الضغط هذيك، طريقه نتاع الضغط ثم وقت يجي هوني. ماكش تحكي على سمير الوافي؟ لا مش نحكي على سمير، اما سبب خلافي انا وسمير. هو سبب خلافك انت؟ لا السبب التدوين هذيك، الكتابه هذيك جات في ظروف انطلقت يمكن من خلافي انا وسمير ومشيت هكاك الحكايه. لا هذه التدوينه على سمير الوافي، واليوم انت تحب تصلح. اي قلت على الصحفي وعنده 20 سنه ما يخدمش، ما عنده 20 سنه اليوم جاي تكتب عليه. لا بحق اللي يكتب عليه على وليد توفيق والكل. لا سمير وقتها مازال صغير، اما اللي على حكيت وليد توفيق. انا حكيت وليد توفيق. لا صحفي اخر بالحق. اخر التسعينات موجود. خايف من سمير الوافي انت اليوم؟ لا ولا لا، ولا خاطر راجع ببرنامجه جديد تحب تحضر معاه؟ لا بالعكس، انا بعد كنت باش ناخذ فلوس راه. انا اخر حوار لي فلوس. اخر حوار اها باش نطلب عليك حتى في الوحش بروماكس. لا باش تاخذ كاشي بروماكس مع هكا يبدا في بالو سمير الوافي كان في شي صدعات. اما لا نكدك مش على سمير. لا ولا لا مش علي. أيوة. نختم معاك فقرة في كلمة. جاوبني في كلمة، أفضل صوت غنى لك. مشكلة هذه سهلة. اسم أفضل أفضل شخص أفضل صوت غنى. أغلى غناية بعتها. ومسيبش تحديك أنت أحسن صوت عندي أنا بوشناق بوزيان سليم دمك صابر رباعي. لا 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 شعبوية. لا والله الا شعبويه، ما انا شعبويه. اغلى اغنيه بعتها والله نسيت، اما تويتي قبل معناها الاغلى ما تتنسيش. لا 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 فرح بفلوسها. اي فرح بفلوسها على فلوسها البرش. هو يزوري اغلى الاغاني اللي بعتهم بعد مصابر وقت المعامله مع الشريكه كذا ما بتعرف روتانا. اما وصلت مونتون اغلى المونتون وصلت للخمسه كلمات فقط. كلمات فقط خمسه ملايين. غنية ندمت اللي باتها بسوم رخيص.
برشا. اعطيني اسم. اي اوكي اوكي. نشكون صرخ اكثر صيدلي صيدلي خاطر المسلسلات وخدمه تاع الانتاج يمكن هذاك اللي هي. غنيه كيف كتبتها ما توقعتهاش تنجح. صدقني وقت اللي عملت اول جينيريك بون هذاك ثاني جينيريك في حياتي اللي صيدري بالطريقه ذيك. صوت تتمنى تكتب له اغنيه؟ ما يسالش واش صابر ما يتغشاش هو الكفوري. ويك فنان مستعد تعطيه اغانيك ولا اغنيه مجانا؟ فما راهو فنانه في تونس جورج وسوف مثلا يقول لك اعطيه. لا لا الغالي جورج تعطيه بلاش. جورج لا علاش تعطيه بلاش؟ تقييم الصحيح المادي للاغنيه هو احترام لي انا. وذا صوت يستحيل تعاود تكتب له اغنيه وتتعامل معه برا على خاطر هيكل علي برا هيكل علي مش على خاطر هذا ما واقف. أي ما واقف. ملحن لحنه ظلم كلماتك ما صارت ليش ساعات يصير قياء الكلمات ما هيش هي تنشكون ما خير أما لا ما صارت ليش وبصراحة هي كلها مقاربات من الجمزة ده نجي نقول نحكم. أعطيني اسم شاعر غنائي ماخو اسم أكبر من حجمه. شنو الأسئلة ذي؟ صعاب. أيوه قدر الحجم وكل سيريو حبيت في الآخر نفرح بيك قبل ما نكمل. إي لله فرح بيك. شو مع سيريو لاتيف خاطر الحكاية نسبية. نشكون أنا يعجبني وإلا راه اسمه أكبر من معناها العكس معناها اسمه أكبر من اللي هو يستاهل. نو تولي لهنا تولي ياسر مني أنا ظلم. باهي ختمت بالدبلوماسية. فما مشروع جيزانيات تحضر فيه لسيف السنة؟ فما جيزانيات نحب وصلت مرحلة من التجربة الفنية نحب نلم أغنية نعملهم في عرض يكون مدروس بيان سور ديكور وكوريغرافيا وكل بأصوات جديدة. إن شاء الله دونك نشوفوا في الصيف. بأصوات إن شاء الله نشوفوا في الصيف. إن شاء الله. شكرا ليك. وتسامحني. إي. نساو صاحبنا اللي نورنا ب معناها بتصميماته اللي هو عتاب باب سويقة. عتاب رضوان. رضوان باب سويقة نوجه له تحية. تحية ليك تحية ليك. يعيشك. شكرا ليك. ميرسي على الاستضافة. نورتنا بحضورك معنا. نمشيو لفقرة تبع الحكاية.
أنا نعرفه باكل كوشرة وب 32 دينار حكة الحليب ب 24 دينار أقل حكة في بالي هذي وهما صغيرات معناها يستحقوا كل شيء قالت لك حتى المواد الغذائية اللي مفيهم مزبلة معناها اليوم نعيشوا هكا وفي المروج هذه بحذينا راهو ما مشيناش لا حتى البلاصة أخرى بعيدة رانا في قلب تونس العاصمة بيشنو قلت لي شاركت في المساكن الاجتماعية وما حبوش يعطيو ما عطاونيش اليوم غدوة غدوة هالشر هذا الشر اللي بعده هالعام ما فهم شي يدير حاضرين تو انت كي عايت لنا احنا كلمتنا قلت لي ايجابي معناها شنو طلبت كعتيني زيد عاود لي طلبت نحب العباد توقف معايا وينظروا لك الملائكة الصغار هذوك الملائكة يعاونوني عليهم بلخصك الطفلة هذيك الصغيرة حليب مهرية نحطه في الشوالق الطفلة مهرية إنسان حتى اليهودي يسخف علاش احنا توانسة ما عندناش حنان على بعضنا فما الناس اي نعرف فما ماشي الناس الكل عايش بنتي بقينا ما نمشيوش نعطيه لك الناس اللي نعطيه للناس نجي نطل ندق بابدار شوف هذيك شكلي عشق تشرب لا وصلت المد في يدي ما عادش نجم راني أنا مريضة تو مريضة وقت الحاني مريضة استخسرت في روحي دوي عندي زمني ناخو حراب شدم ما عادش نمشي عندي الحراب مساعات يقولك نصاص ما عندناش دوي يا خويا برا اشري هيا ما نمشيش عندي خليني هيك ركابي ما عادش نحكم فيهم الساعة من البر رمني بر ركابي وفي داي يعني يا بنتي قصها وين لو كان نخرج فاصل وبعد راجعين. الناس اللي تحب تمشي تكمل قرايتها البرة وخاصة اللي يحبوا إيطاليا غدوة السبت شركة سيزيس ومعها جامعات خاصة من إيطاليا باش ينظموا سيمينار باش يكونوا موجودين غدوة السبت 2 مارس في أوتيل نوفوتيل موجود في اللاك 2 مع 10 متاع الصباح نعرفوا لي سيمينار ديما يبداو أوقات منظمة حاولوا ما تعملوش روتار 10 متاع الصباح كونوا موجودين غادي باش يكون فما استفادة كبيرة خاصة فما برشا معلومات من عند الجامعات والممثلين على الجامعات الخاصة هذوما اللي يجيو خصيصا من إيطاليا واللي ماهمش موجودين ديما في تونس هكا تنجموا تكونوا موجودين دونك التوقيت نفكر به العشرة متاع الصباح إيطاليا خاصة إنها ولات مطلوبة برشا من عند التوانسة وفيها طلب كبير على حسب ما نعرف في شركة سيزيس زادة برشا يكلموهم على إيطاليا علاش؟ على خاطر فيها برشا إيجابيات أهم حاجة إنكم تنجموا تقراو من غير فلوس دونك غاديك بتقراو في جامعات عمومية وهذا أهم حاجة نعرفوا اللي باش تخموا في الفلوس وهذا شيء عادي اللونغ يطلبوا لونغلي وإلا لونغ إيطاليان وخاصة لونغلي الأغلبية يطلبوا اللغة الإنجليزية ونعرفوا أنه اليوم شباب التوانسة يكونوا متمكنين في اللغة الإنجليزية وذا يربحهم زادة وقت باش ما يقعدوش خاسرين عام لول هما يتعلموا في لغة جديدة عليهم وبعد باش يبداو يقراو كيف كيف زاد فما ديزافونتاج في على مستوى النقل في الترانسبور العيشة غاديك معناتها تناسب برشا التوانسة تلقاو دي تيمونياج على الباج اوفيسيال نتاع سيزيس فيسبوك
وإلا تدخلوا الكونت انستغرام سيزيس 1998 على الانستغرام، وأي معلومات تحبوا تاخذوها تكلموا شركة سيزيس على 71 781 386، ولا على بقية الأرقام موجودة أسفل الشاشة، تمشيوا لهم سور بلاس، هما موجودين في لافايت في اللاك دو وفي الساحل في المناستير. نفكر ليفينمون تاع غدوة مهم برشا، العشرة متاع الصباح تكونوا في اللاك دو في نوفوتيل. وهكا نكون وصلنا لآخر حصتنا لليلة، شكرا لكم اللي تابعتونا، إن شاء الله نتقابلوا الجمعة الجاية. سهريت كل جمعة كيما العادة، نخليكم مع فرقة وليد جليدي على خير الناس كل.